بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة نادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير. الحقيقة أنا عايز أتكلم برضو مع حضراتكم، أو كالعادة عايزين نتكلم مع حضراتكم في مواضيع كثيرة جدا تخص الوسط الرياضي. الحقيقة قبل ما أتكلم معاكم عن حاجة تخص اتحاد كرة القدم تحديدا، وأنا قاعد بفر في التليفون، ففجأة جه في دماغي كده قلت أمسك التليفون وأعمل مكالمة لحد، أي حد، واقول له ايه؟ واقول له على فكره انت لعيب كويس، او انا اكلم حد على انه وكيل لاعبين واقول له انت لعيب كويس ونفسي ان انت تيجي عندي في النادي بتاعي. وفي الاخر يطلع الكلام اللي حضراتكم شايفينه خلال هذه الايام، امبارح واول امبارح، كلام كتير جدا فيما يخص بعض الصفقات الخاصه بالنادي الاهلي التي لم يعلن عنها حتى الان، فبالتالي هي ما بقتش صفقات، او هي ليست صفقات حتى هذه اللحظة حتى يتم الإعلان عنها. ولكن اللي بيحصل كله الغرض منه شيء واحد فقط، وهو الضرب في النادي الأهلي. على فكرة أنا ما عنديش مشكلة إن حد يتنافس معايا على صفقة. يعني إيه؟ يعني أنا ما عنديش مشكلة إن أنا أبقى عايز النادي الأهلي عايز إكس من اللاعبين، ونادي الزمالك عايز إكس من اللاعبين، هو نفس الإكس، ونادي بيراميدز عايز نفس الاسم، واحنا الثلاثة الأندية، الثلاث أندية تتفاوض على إن احنا نخلي اللاعب ده اللي أنا عايزه، اللي الأهلي عايزه وغيري وغيري عايزينه عشان أقدر أجيبه. هنا تبان قوة أو هنا تبان العقلية المفاوض الجيد، عقلية النادي المحترف، عقلية النادي اللي عنده إدارة محترفة. خلاص؟ ما يبقاش كل الغرض ان انا اجيب اللعيب ده علشان هو هيتعب النادي الاهلي. تخيل حضرتك ان في مسؤول طالع بيقول ان انا جايب لعيب هيتعب النادي الاهلي. والحقيقه انا واحد من الناس اللي يعني عشت فترات طويله جدا داخل، حتى الان يعني الواحد مع حياته كلها او معظم حياته الفتره اللي يعني من 26 27 سنه لغايه دلوقتي عايشينها داخل النادي الاهلي، وبنشوف ايه اللي بيحصل داخل النادي الاهلي. عمري ما شفت حد بيقول لي يا اسلام احنا هنجيب اللعيب الفلاني علشان هيتعب نادي اخر، هيتعب نادي الزمالك او هيتعب نادي بيراميدز. عمري ما سمعت هذا الكلام مثلا، يعني عمري في حياتي ما سمعت هذا الكلام. وانا متاكد مليون في الميه ان انا يوم لما هسمع الكلمه دي في النادي الاهلي، إن حد يقول إن أنا هجيب اللعيب الفلاني عشان أتعب النادي الفلاني، كده هتبقى بدايات الفشل. عمرها ما هتحصل داخل النادي الأهلي. هذه الكلمة عمرها ما هتحصل داخل النادي الأهلي، لأنه مفيش نادي كبير بجماهيرية كبيرة وبإدارة محترفة وكذا يقول لك أنا هجيب لعيب عشان أتعب النادي التاني. أحد المسؤولين في أحد الأندية أو بين بعض من لا يشجع النادي الأهلي اتكلم على انه هيجيب لعيب علشان يتعب النادي الاهلي، ومن المفترض ان يكون هناك مسؤول اخر عمل تليفون علشان يجيب اللعيب اللي المفروض النادي الاهلي بيتفاوض معاه. حاجات غريبه جدا. طيب هو اللعيب ده ما حلوش في عينك غير لما النادي الاهلي تفاوض معاه وخلص معاه او قرب معاه، اذا كان النادي الاهلي عمل كده فعلا. طيب هو انت بتصرف الفلوس دي كلها، انديه اخرى يعني بتصرف الفلوس دي كلها وبتعمل الكلام ده كله عشان تتعب النادي الاهلي؟ يا عم ما تتعبش النادي الاهلي. النادي الاهلي ما بيفكرش فيك، النادي الاهلي لا ينظر اليك. الفرق كبير جدا جدا بين النادي الاهلي وبينك. طب ما قبل ما كنت تسال هتجيب مين او عايز تجيبه عندك كنت تقول له خلصت ولا لسه. المسؤول التاني طلع زي ما بقول لحضراتكم كده. دي انا من وجهه نظري ان هذه الامور هي فشل ذريع لاي اداره تتكلم بهذا الشكل وبهذا المنطق. والله العظيم ان انا اجيب لعيب عشان كده انا لو الاسبوع اللي فات لو تفتكروا انا قلت لحضراتكم ان النادي الاهلي ما جابش امام عاشور عشان يكيد مسؤولين الزمالك ولا يكيد جمهور، لا مفيش الكلام ده يا جماعه. احنا جبنا امام عاشور علشان امام عاشور
النادي الاهلي او مدرب النادي الاهلي المدير الفني للنادي الاهلي مع لجنه الكوره مع لجنه التخطيط اللي في النادي الاهلي شافوا ان امام عاشور هيكون هو البديل الكويس جدا في مصر بدل حمدي فتحي، ولقوا ان المبلغ اللي هيدفع فيه مناسب عشان سنه. ادي الموضوع، ادي الفكره، مش الفكره ان انا اجيب لعيب عشان اكيد في نادي تاني او عشان اتعب نادي تاني. هذا الكلام لا يصح، وهذا الكلام انا بشوف ان ده فشل ذريع جدا لاي حد يتكلم بهذا المنطق، لانه منطق هو ليس حقيقي. انت بتجمع فرقه عشان تتعب النادي الاهلي؟ لما حضراتكم تسمعوا الكلام ده تقولوا ايه؟ انا شخصيا بقعد اضحك والله العظيم، وبعرف ليه النادي الاهلي دايما ادارته فارقه عن اي اداره اخرى، ليه النادي الاهلي فرقته فارقه عن اي فرقه اخرى، ليه النادي الاهلي حتى جمعيته العموميه عندما تختار بتختار الانسب بغض النظر عن اي حاجه تانية، الانسب اللي هم شايفينه هيبقى واقف في مصلحه اسم النادي الاهلي. فكان مهم جدا جدا ان انا اتكلم مع حضراتكم في هذا الامر، ما تفكروش في هذه الامور. وانا الحقيقه قلت قبل كده، بدل ما تضايق النادي الاهلي اتعلم من منظومه النادي الاهلي، بلاش ما تتعلمش من منظومه النادي الاهلي، اتعلم من اي منظومه انت عايزها، ولكن يا اخي فكر في ناديك بس، اشتغل على ناديك فقط، قول ان انت عايز تنجح ناديك بس بعيدا عن تفشل اي حاجه تانية. هي الناس اللي كانت قاعده تقول بص في ورقتك ومش عارف ايه والكلام اللطيف الحلو اللي كنا بنسمعه، هي الناس دي مختفيه ليه لغايه دلوقتي؟ او هي محدش بيتكلم في هذه الامور ليه؟ نصيحه من واحد شاف انجازات كثيره جدا جدا داخل نادي محترم ومحترف وادارته محترفه. للناس اللي بتبص علشان توقع النادي الاهلي، ابعدوا عن النادي الاهلي وفكروا في ناديكوا، يمكن نلاقي منافسه. ما تشتغلش عشان تفشل الغير، اشتغل علشان انت تنجح. هذا هو الفكر السائد داخل مجلس اداره النادي الاهلي. انا بشتغل عشان اسم ناديه، ما بشتغلش عشان حاجه تانية. اعترفت باخطاء الموسم اللي فات فنجحت الموسم السنه دي واحد من اذا لم يكن الاعظم. احنا متاخرين على حضراتكم في ان احنا نقول لكم ان هذا الموسم هو الاعظم ولا لا، علشان بندرس كل الامر من كل الجوانب، علشان لما نطلع نتكلم مع حضراتكم في هذا الامر لازم تبقوا عارفين ان احنا السنه دي موسم تاريخي في تاريخ النادي الاهلي من 1907 لغايه دلوقتي. هو النادي الاهلي عمل الموسم ده ازاي؟ ولما جبت، انا عمري ما هنسى هذه المكالمه، لما جبت دكتور محمد شوقي معايا على التليفون وقلت له في العاب الصالات احنا خدنا من 22 بطوله 18 بطوله، قال لي احنا مش هنفكر في ال 18 خدناهم ازاي، ولكن هنفكر في الاربعه احنا خسرناهم ازاي. هو ده اللي انا بتكلم فيه، انه ما تفكرش ازاي تفشل الغير، ولكن فكر في نفسك فقط. أنا مش بدي نصايح لحد، مش قصدي يعني إن أنا أدي نصايح بحد ولا حاجة، ولكن أنا بستغرب جدا نادي واقع وفاشل وفي كل أنا ما بتكلمش على نادي بعينه والله، أنا بتكلم بشكل عام، بيبقى نادي عنده مشاكل وفاشل ومش عارفين يجيبوا حاجة ومش عارفين يعملوا حاجة وطالعين بموسم صعب وكل حاجة، ويطلع يقول لك إحنا جايبين لعيبة علشان تتعب النادي الأهلي. خلاص أنت حر، خليك بهذا الشكل وبهذا المنظر، عايز تتعب النادي الأهلي؟ عمرك ما هتتعب النادي الأهلي. ليه؟ لأنه حتى النادي الأهلي احنا خسرنا 2 دوري السنه اللي فاتت واللي قبلها، مش اللي فاتت دي، اللي قبلها واللي قبلها يعني، خلاص خسرنا 2 دوري، ولكن شفنا ايه الاخطاء وصلحناها. فابتدت الناس تقول الله، لجنه الكوره يعني عندنا في النادي ابتدوا يقولوا ان احنا عندنا اخطاء في اسلام غلط ومحمد وبتاع، فلازم نغير هذه الاخطاء ونعمل اخطاء اخرى ونعمل الحاجات الصح او نصحح الاخطاء. فده اللي حصل، جبنا مدير فني على اعلى مستوى، تعاقد مع اللاعبين او لعب لاعبين بشكل جديد. قلنا حتى ساعتها الناس اتريقت عليا لما قلت ان احنا جايبين صفقات 12 ولا 13 صفقه، عملنا موسم تاريخي بان احنا بدانا بالاجازه الطويله اللي كانت السنه اللي فاتت او مع بدايه السنه اللي فاتت لغايه السنه دي،
الحمد لله ربنا بيكرمنا وواقفين على رجلنا بسبب هذا الأمر، بسبب الأجازة الطويلة. فخليك انت اتكلم، في قول هذا الكلام، قولها واتكلموا بهذا الشكل، وقعدوا فاوضوا الناس اللي احنا من المفترض ان احنا بنتفاوض معاها. الله اعلم، ده هيبان خلال بكره بعده، يعني هنشوف اللي هيحصل في هذا الامر، اذا كان صح ولا غلط. عندما يتم، انا هنا ما بتكلمش الا عندما يتم الاعلان عن اي صفقه من خلال قناه النادي او المركز الاعلامي او صفحه النادي او المنصات الرسميه للنادي الاهلي. غير كده انا ما اقدرش اقول اذا كان فلان جه او فلان ما جاش، عشان بس الناس يعني ساعات بتنتقد هذا الامر ان احنا ما بنتكلمش في التفاصيل. فالتفاصيل دي حضراتكم انا عارفها كلها من الالف للياء، مش انا لوحدي، ناس كتير عارفه هذه التفاصيل، ولكن احنا عارفينها كلها، لكن ما نقدرش نتكلم فيها الا بعد ان يتم الاعلان. ان شاء الله هنشوف ايه اللي هيحصل خلال هذه الفتره. عمرك ما، انا هبص مباشره للكاميرا هو اقول لك، عمرك ما هتعرف توقع النادي الاهلي 70 80 مليون اهلاوي في ظهرهم، في ظهر ادارتهم، مهما كانت قرارات الاداره بالمناسبه. بنقف في ظهرهم، بننتقد ساعات شويه، لكن بنفضل واقفين في ظهر ادارتنا. فعمرك ما هتعمل اي حاجه. اقعد قول الكلام اللي انت بتقوله ده، لان الكلام ده بيريحنا وبيخلينا نفكر في شيء واحد فقط، وهو ان احنا الحمد لله ماشيين في الطريق الصحيح، النادي الاهلي ماشي في الطريق الصحيح. وخدوا بال حضراتكم من الاخر، النادي الاهلي لن يقف على احد. يعني ايه؟ يعني من اول 1907 لغايه دلوقتي اسماء عظيمه واساطير كبيره جدا، منها اللي توفى ومنها اللي موجود. مش عايز اقول اسماء عشان ما انساش، ولكن منها اللي توفى ومنها اللي موجود، ولكن يظل حاجه واحده فقط، النادي الاهلي زي ما هو اسمه وبياخد البطولات. فانا مش فارق معايا مين جاي ومين مشي. وخد بال حضرتك وجهة نظرنا في اللعيبة اللي بتيجي أي نادي. أنا عشان كده ما بحبش أتكلم في مثل هذه الأمور، لكن أوكي عايزين نتكلم، أنا ممكن أتكلم برضو بس مش وقته دلوقتي. أنا لما بجيب لعيب بشوفه، العين اللي بتشوف إن اللعيب ده كويس جدا. يعني أنا بشوف إن برونو سافيو مثلا من اللعيبة الكويسة جدا، ولكن ما نجحش مع النادي الأهلي، لم يتكيف على الظروف في مصر. مش ذنبي ولا ذنب اللي شاف، ولا وجهة نظر، انا بتكلم عن وجهة نظري الشخصية، ولكن هو لعيب جامد جدا. اللي يشوف برونو سافيو يعرف ان هو لعيب جامد جدا، لم يتكيف على اللعب في مصر، فخلاص. فعايز تدي امثلة من دي؟ في امثلة من دي في اندية تانية، زي ما انت عايز بقى، قول زي ما انت عايز، لكن انا بجيب لك من النادي الاهلي اهو، ومن اسم النادي الاهلي. وخلي بال حضراتكم الصفقات، احنا عندنا في النادي الاهلي، انا هتكلم عن النادي الاهلي هنا، خبراء في كل شيء، خبراء وعندهم عين قويه جدا، والمدير الفني بيقول انا عايز رقم واحد كذا ورقم اتنين كذا ورقم ثلاثه كذا، والنادي بيتفاوض على المدير الفني عايزه. ممكن اللي المدير الفني عايزه يجي ده ما يمشيش مع النادي الاهلي، ما يمشيش، او ما يمشيش في مصر، لكنه لعيب جامد جدا. ماذا افعل؟ هذه هي كره القدم. بتحصل في كل أندية العالم بالمناسبة، يعني لأن أنا عارف أن ده فترة الكلام عن هذه الأمور وعن هذه المواضيع. شوفوا أنتوا جبتوا مين عشان إيه وعملتوا إيه، وصلوا جه وما نفعش وجه وما مشيش لا، مهما كان اللاعب اللي بيجي فهو لعيب كويس جدا. اللي بيجي في الأندية الكبيرة، أهلي والأندية الكبيرة دي، ده لعيب جامد جدا وكويس جدا مهما كان الاسم، ولكن هل يتكيف على اللعب في مصر مع الضغط الجماهيري اللي بيحصل ولا لا؟ هذه هي الأمور. فنتمنى ان شاء الله ان كل اتمنى ان ده يحصل، ان كل الصفقات اللي نجيبها كلها تنجح، اتمنى ان كلها تنجح، ولكن بالعقل وبالمنطق خلينا ننتظر لما نشوف الصفقات. يعني احنا جبنا امام عاشور، هل في حد يختلف على ان امام عاشور واحد من افضل اللاعبين اللي موجودين في مصر؟ بالمناسبه لما كان بيلعب في نادي الزمالك قبل ميتلاند، كنا دايما بنتكلم عن امام عاشور بشكل ايجابي في الناحيه الفنيه هنا، ايام ماتش ايام الزمالك يعني. فامام لعيب كويس جدا. ايه اللي هيحصل مع امام في النادي الاهلي دينا هنشوف. احنا جايبينه متوقعين ان هو هيؤدي دور او له دور مع النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه بدل حمدي فتحي، فهننتظر ايه اللي هيحصل. كل شيء جايز في كره القدم بالمناسبه، وانا هنا بتكلم بمنتهى الصراحه وبمنتهى الاريحيه في هذه الامور. عشان كده بس انا حبيت ان انا اتكلم بسرعه كمان في هذا الامر، لانه امر
عايز انا الانديه الاخرى تفضل ماشيه بهذا الاتجاه وبهذا الشكل. انتوا حرين، اعملوا اللي انتوا عايزينه، ولكن لما تيجي تبص على النادي الاهلي وقصه نجاح النادي الاهلي، شوف السنه دي حصل ايه وشوف ايه اللي جاي. هو ده اللي انا دايما بقوله. طيب اخر حاجه هقولها في هذا الامر، هل في صفقات تانية غير امام عاشور؟ اه ان شاء الله في صفقات تانية غير امام عاشور. النادي الاهلي حتى هذه اللحظه لم يعلن الا عن امام عاشور، وبالتالي امام عاشور هو الصفقه الوحيده اللي نقدر نتكلم عنها، ولكن ايه اللي جاي؟ هناك صفقات هيستفيد منها الفريق، الفرقه بشكل عام. مش بنجيب لعيبه عشان نكيد في حد، ابدا، عمرها ما حصلت ولا هتحصل، خلي بال حضرتك. بالعكس بالعكس، ولكن لما تجيب لعيب، انا بجيب لعيب بيستفيد النادي الاهلي منه فنيا، لعيب يحقق البطوله، لانه النادي الاهلي او جماهير النادي الاهلي هدفها البطوله، ولكن حضراتكم او الناس التانيه بعض من لا يشجع النادي الاهلي هدفهم امور اخرى، وهي ان هم يتعبوا النادي الاهلي. خليكم، حاولوا، واحنا كلنا في ظهر نادينا وهنفضل واقفين في ظهره، وعمرنا ما هنسيب ظهر نادينا مهما كانت الامور ومهما كانت التحديات ومهما كانت الامور الصعبه اللي بتحصل. طيب هتكلم طبعا عن فوز النادي الاهلي النهارده على الداخليه ورحله الحفاظ على لقب كاس مصر، وهتكلم في مواضيع اخرى، ولكن في البدايه لازم اتكلم عن مشهد اخر في عظمه النادي الاهلي. المؤتمر الصحفي اللي عقد النهارده، راعي جديد وشريك جديد بينضم لرعاة وشركاء النادي الاهلي في مع استمرار الحقيقه النجاحات اللي بيحققها النادي ومجلس ادارته برئاسه الاسطوره كابتن محمود الخطيب. زي ما حضراتكم شايفين اللي قدامكم، والله ببقى سعيد جدا وانا دايما بتكلم في هذا الامر، لانه كابتن خطيب والمسؤول في الجامعة الكندية، منهم طبعا الأستاذ محمد يحيى رئيس مجلس إدارة المتحدة سبورت، كلهم الحقيقة زي ما حضراتكم شايفين الكل مبسوط، الكل سعيد، الكل فخور. النهاردة كان مؤتمر الإعلان عن الشريك الأكاديمي والتعليمي للنادي الأهلي، وهو الجامعة الكندية زي ما حضراتكم شايفين. قلنا قبل كده الحقيقة أن الكيانات الكبيرة كلها بتسعى للتواجد مع الكبير، مع النادي الأهلي. كبير كرة القدم وكبير الرياضة المصرية هو النادي الأهلي، وعشان كده دايما الكيانات الاقتصادية الكبيرة بتسعى لهذه الشراكة مع اسم النادي الأهلي وشعبيته الكبيرة. الشعبية بجد بالمناسبة مش أي كلام. مهم الشعبية اللي هتلاقيها في أي مكان في العالم، ده الجامعة الكندية. يعني أنت لو رحت لعبت مباراة في السعودية مثلا لو رحت لعبت مباراة في السعودية وقلت الأهلي هيلاعب فريق من الدرجة الثالثة أو الثانية في الدوري السعودي، هتلاقي التذاكر مفيش مكان. أنا بتحدى، أنا من مكاني ده بتحدى في هذا الأمر. عموما خلي ده على جنب دلوقتي، ولكن الحقيقة دايما عايزكم تشوفوا الفارق ما بين، زي ما حضراتكم شايفين، هذا هو النادي الأهلي وعظمة النادي الأهلي وكل شيء حلو في النادي الاهلي. الكابتن محمود الخطيب، الاستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي، الاستاذ خالد مرتجي امين صندوق النادي الاهلي، ايضا الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي، في وجود طبعا الاستاذ محمد يحيى رئيس مجلس اداره الشركه المتحده او للرياضه. الحقيقه اللي دايما لها دور كبير جدا جدا في كل هذه النجاحات وكل هذه الشراكات. عموما خلينا نطلع نشوف كلمة الكابتن محمود الخطيب اللي هي بتعبر أو هي تعبير عن طبيعة النادي الأهلي، إنه مش مجرد فريق كورة ولا مؤسسة رياضية فقط. الأهلي كيان عنده رسالته المجتمعية، عشان كده بيعمل في هذا الأمر على مساعدة مؤسسات الدولة الوطنية. خلينا نطلع نشوف ماذا قال رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب في هذا المؤتمر، ونرجع مرة أخرى. في البداية بنرحب بسيادة السفير لويس دوماس السفير الكندي في جمهورية مصر العربية، بنرحب بالدكتور مجدي القاضي رئيس مجلس أمناء الجامعات الكندية في مصر، بنرحب بكل الأخوة الحضور وبالسادة الإعلاميين.
الحقيقه قبل ما اتكلم على تفاصيل مؤتمر النهارده، وبمناسبه كمان ان هو يعني انتهاء الموسم الرياضي اللي فات، نقطه مهمه جدا عايز اتكلم فيها واهنئ كل جماهير واعضاء النادي الاهلي على هذا الموسم الناجح. الحقيقه ناجح بكل المقاييس وعلى كل المستويات. حققنا الحمد لله رب العالمين تقريبا كل ما يتمناه جماهير ومحبي النادي الاهلي. طبعا دي نعمه كبيره جدا من ربنا سبحانه وتعالى، بنحمد ربنا عليها، وان شاء الله نعمه ويحفظها دايما، نعمه كلنا يحفظها دايما من الزوال باذن الله. وبس كمان مش على المستوى الرياضي وتحقيق بطولات محليه وقاريه، لا بس، لكن كمان على كل المستويات اللي بيرعاها النادي، وكمان المستويات الانشائيه. اعتقد برضه الموسم دوت شاف منشا كبير جدا جدا، منشا يتشرف بيه كل اهلاوي واعتقد كل انسان مصري، اللي هو فرع جديد للنادي الاهلي، فرع التجمع. الموسم ده والنتائج اللي اتحققت فيه بيحملنا احنا وبيحمل اولادنا الرياضيين وكل العاملين في النادي الاهلي مسؤوليه مضاعفه، مسؤوليه كبيره جدا. كل مدرب، كل لاعب، كل مسؤول في النادي الاهلي، كل اداري، كل من له دور مسؤوليه مضاعفه في اللي جاي. اللي فات ده خلاص، فده بقى تاريخ اتكتب في تاريخ النادي الاهلي، لكن اللي جاي هو التحدي الاخر اللي جاي. عشان كده المسؤوليه بقت مضاعفه، عشان باذن الله هنحاول بقدر الامكان وبجهد وباخلاص الناس كلها وجماهير الاهلي قبل كل الناس في الحفاظ على ما تحقق في من بطولات. واحنا طبعا عارفين كمان جمهور النادي الاهلي مش بيقبل اي حاجه غير المركز الاول. عشان كده كل واحد فينا داخل منظومه النادي لازم نقفل الصفحه دي ونبدا باذن الله نستعد للموسم الجديد بمنتهى القوه والتركيز، لاننا الحقيقه علينا مسؤوليات كبيره جدا تجاه من وثقوا فينا. دي مسؤوليه كبيره، المفروض ان احنا نكون على قدر هذه المسؤوليه. نرجع بقى لمؤتمرنا النهارده. الحقيقه موضوع المؤتمر بيعكس يعني نهج جديد، وبيعكس نهج اللي احنا ماشيين فيه او ماشيين بيه او ماشيين عليه. احنا تملي بنقول وبنأكد، وده واقع يا جماعه، انه النادي الاهلي مش مجرد نادي رياضي. النادي الاهلي كيان مؤسسي كبير جدا بيخدم بلده، مش في الرياضه بس، لا، بيقدم خدمات تانية في مجالات عديدة، وعندنا رسالة مجتمعية حريصين عليها. من خلال الرسالة دي بنحاول نساعد او نكون جنب الدولة ونساعد الدولة ونخفف العبء على مؤسستها. النهاردة احنا بنوقع عقد شراكة مع الجامعات الكندية في مصر عشان تصبح الشريك التعليمي الحصري للنادي الاهلي لمدة عامين ان شاء الله. شراكة احنا سعداء بيها طبعا. الجامعات الكندية جامعات كبيرة جدا وليها تاريخ مشرف جدا وفي المجال التعليمي، وان شاء الله بالتعاون معنا يعني تساهم في العملية التعليمية بشكل بإذن الله شكل افضل. احنا عايزين ممارسة الرياضة يكون متلازم مع الناحية التعليمية، لان الطفل او الشاب اللي بيمارس رياضة اكيد ده بينعكس عليه في التعليم. في نفس الوقت مش عايزين رياضة من غير تعليم، الاثنين بيكملوا بعض. بالتأكيد هيكون في مزايا من هذه الشراكة للنادي وكمان لأعضاء النادي ومحبيه، وممكن مستقبلا يعني في تفكير كمان ازاي لجماهير النادي زي المنح التعليمية والخصومات المالية للطلبة اللي بتدرس وبرامج الدراسات التعليمية ومزايا تانية كتير. لكن حاليا العقد اللي بيتوقع لأعضاء النادي
ولاعيب النادي. اما موضوع الجمهور فهم لسه بيقدموا تصور وفكره، ان شاء الله لما يقدموها باذن الله ندرسها ونعلنها للناس ان شاء الله. انا مش عايز اتكلم كتير عن تفاصيل التعاون اللي بيننا وبين الجامعات الكنديه، لان اكيد طبعا اللي هيكلم افضل مني واوقع مني دكتور مجدي القاضي، هو اللي ممكن يشرح ويوضح لحضراتكم كل حاجه بعد كده ان شاء الله في كلمته باذن الله. يا جماعه احنا مش عايزين ننسى كمان الدور المميز اللي قامت بيه الشركه المتحده. الحقيقه الشركه المتحده هي شريك لينا في كل الرعايات بتاعتنا، اللي يعني هي رتبت هذه الرعايه وهذه الشراكه المثمره من كافه الجوانب. انا بشكر الاخوه في الشركه المتحده على المجهود اللي بيقوموا بيه. مره ثانيه بنرحب بسيد السفير لويس توماس في النادي الاهلي ونشكره على الحضور، لان حضوره فعلا يعني تكريم وتشريف لمشروعنا النهارده او رعايتنا النهارده او حق الرعايه اللي احنا بنديه، ومشاركته في هذا المؤتمر اللي بياكد برضه على العلاقات الطيبه جدا جدا بين دولتين كبيرتين مصر وكندا. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحقيقه كلمه محترمه من رئيس مجلس اداره النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب. النهارده كان موجود في الحدث ايضا لويس دوماس زي ما حضراتكم سمعتوا السفير الكندي في مصر، وده برضو الحقيقة حاجة ليها معنى ومعنى كبير زي ما الكابتن خطيب قال، تجسيد لقيمة النادي الأهلي وإزاي هو وجهة حقيقية مشرفة لمصر أمام الجميع. والحقيقة شفنا كذا مرة قبل كده النادي الأهلي بينظم مثلا لو على ما أتذكر بطولات السفارات اللي بتحرص عليها كل السفارات الدول الأوروبية والأفريقية والأسيوية وغيرها من السفارات بمختلف ثقافتها، ودايما بيتم المشاركة فيها بكثير جدا من السفارات وبتبقى دايما داخل مقرات النادي الأهلي. لسه أيضا زي ما حضراتكم شايفين حاجة محترمة جدا جدا، لسه في حد بيسأل هو ليه الأهلي صاحب أكبر قيمة اقتصادية ومالية بين جميع الأندية في مصر وفي أفريقيا؟ ارحمونا يا جماعة بجد، هو لسه في حد بيسأل هل النادي الأهلي ليه النادي الأهلي هو بياخد عقد رعاية قد كده ومحدش تاني بياخد زيه؟ لو لسه في حد بيسأل وجهة نظري ما تردوش عليه والله العظيم ثلاثة بجد ما تردوش عليه. عموما خلينا نطلع نكمل بقية لقاءاتنا في هذا المؤتمر الصحفي للإعلان عن هذه الشراكة الكبيرة والمحترمة مع السفير الكندي في مصر لويس دوماس وماذا قال عن هذا الأمر ونرجع نكمل. I'm very pleased to be back in Egypt because I was in Egypt back in the. أنا سعيد بالعودة مرة أخرى لمصر، هذه البلد التي أحبها وقريبة جدا إلى قلبي. And it's a real pleasure to be back in Egypt. وإنه لمن دواعي سروري أن أحضر اليوم إلى النادي الأهلي لأشهد توقيع هذه الاتفاقية بين الجامعات الكندية في مصر والنادي الأهلي. I think you know, as Captain Bibo said. ومثل ما قال كابتن الخطيب اليوم، لا شيء أهم من دمج التعليم بالرياضة، ولهذا نحن هنا اليوم. ميزة كبيرة جدا لدولة كندا وهي تواجد جامعات كندية في مصر وخاصة في العاصمة الإدارية الجديدة. المؤسسة الكندية لها جامعتان في مصر حتى الآن، ونحن نسعى لزيادة عدد الجامعات الكندية في العاصمة الإدارية الجديدة. And they're looking to augment the number of universities. الآن وقعنا هذه الاتفاقية مع النادي الأهلي وهي لدمج التعليم والرياضة، وأظن أن هناك العديد من الذين سيستفيدون من المؤسسة. And as we saw today, I think a lot of people will benefit from the association. طبعا كلام السفير الكندي لويس دوماس بيؤكد على عظمة ومكانة وشعبية النادي الأهلي الكبيرة جدا في كل مكان. الراجل الحقيقة بيتكلم عن الاتفاقية دي بمنتهى الاحترام والود وبيبرهن على مكانة النادي الأهلي العالمي. يعني بالنسبة لنا لهذا الأمر هو أمر مفروغ منه الحقيقة. طيب دكتور مجدي القاضي رئيس مجلس أمناء الجامعات الكندية في مصر بالعاصمة الإدارية النهاردة في توقيع عقد الرعاية مع النادي الأهلي كان متواجد. ماذا قال دكتور مجدي القاضي وهو بيتكلم عن عظمة النادي الأهلي وقد ايه ان الجامعات الكندية في مصر هتستفيد من ارتباط اسمها
بهذه القلعة الكبيرة النادي الأهلي. الحقيقة كلام محترم ومش جديد على النادي الأهلي ورعاة النادي الأهلي. خلينا نطلع نشوف ماذا قال دكتور مجدي القاضي، نرجع نكمل مع حضراتكم مرة تانية. يعني أنا عشان أنا الجيل اللي استمتعت، الناس دي ما استمتعتش بحضرتك زيي. ف يا فندم معلش حضرتك، أنا السن ليها تمن. ف كابتن محمود الخطيب القامة الكبيرة اللي الحقيقة استمتعنا بيه حضرتك، بتشرف إن احنا نكون مع حضرتك النهاردة. صديقي العزيز السفير لوي دوما، Your Excellency, it's a pleasure as usual to have you in one of our events. This is something that's English Arabic, that's good. It's a pleasure actually to have you here. Witness later on to see the profits and the benefits of this partnership in this country. Thank you for coming. أنا الحقيقة عشان ما نطولش على حضراتكم وآخذ وقت حضراتكم، أنا يعني شكري الجزيل للنادي الأهلي والشركة المتحدة للإعلام الرياضي وزملائي في جامعات الكندية والدكتور ميخائيل وكل الناس الموجودة. ده شكر واجب لازم أقوله. بس أنا بقى هرجع أقول إحنا هنا بنعمل إيه؟ إحنا حقيقة مش جايين نمضي ورقة، إحنا جايين نكمل الفيجن بتاعت الجامعات الكندية اللي بدأت من أكتر من 20 سنة، إن إحنا بنبني حاجة مختلفة في أجيال الشعب المصري، وعايز امدها شويه في اجيال الشرق الاوسط وافريقيا، ان احنا نبني الجزء التعليمي اللي مرتبط بالعلم. بس النهارده بنقول ان هو مش علم بس، ده رياضه كمان مرتبطه بيه. لكن انا عايز اقول لحضراتكم ان احنا طول عمرنا بنقدر تماما ان احنا الرياضي اللي بيخش الجامعه بياخد ميزه كبيره جدا على العلم اللي بياخده. فبنيجي النهارده بناء على اللي احنا عملناه قبل كده، بناخد باكوره اللي احنا عملناه، بنوقع اتفاقيه مع النادي الاهلي، وهو النادي القار وهو النادي الاول. رضينا ام لم نرضى، هذه حقيقه. واحنا بنقول احنا لازم نكون على مستوى الحدث، واحنا على مدى 20 سنه بنقدم نفس الحكايه. احنا تعليمنا متميز، تعليمنا يستاهل ان هو يكون موجود على منصة النادي الاهلي. وانا بقول النهاردة من خلال الجامعات الكندية في العاصمة الادارية الجديدة، ان احنا اللي بنقدمه للنادي الاهلي من اول، ان احنا بندي سكولرشيب لكل الطلاب اللي هم المتفوقين رياضيا طبقا لشروط القبول اللي في الجامعات الكندية اللي احنا بنستضيفها في العاصمة الادارية الجديدة. وبالمناسبة احنا العاصمه الاداريه الجديده بدات، واحنا بدينا قبل العاصمه الاداريه الجديده. احنا اول فرع الجامعه او اول منشاه بدات، مش تعليميه بس، اول منشاه اشتغلت في العاصمه الاداريه الجديده. وده احنا لينا الشرف ان احنا اللي بدينا بهذا المنشا في 2018. ويمكن حضراتكم اللي قاعدين ما يتخيلوش ان العاصمه الاداريه الجديده من 2017 كان في موظفين بيروحوا وبييجوا، و2018 في طلاب بتروح وبتيجي. متخيلين ان في 2022 في اول دفعه اتخرجت من العاصمه الاداريه الجديده من الجامعه، وفي 23 من شهرين اتخرجت الدفعه الثانيه. فاحنا اصبحنا حقيقه اللي بتمثل العاصمه الاداريه الجديده، واصبحنا حقيقه برضك ان احنا بنقول ان احنا اول ناس معتمدين على مستوى الدولي في العاصمة الإدارية الجديدة. وطبعا الكلام ده ينطبق على كل المؤسسات التعليمية اللي هي بتدي اعتماد جوه مصر. فأنا عايز أقول إن احنا بنواكب إن النادي الأهلي هو الأول، فاحنا برضك الأول في كل حاجة بنعملها، بشرف إن احنا نخش مع النادي الأهلي في الشراكة عشان نخدم على نمبر 1 أعضائه،
النهارده كابتن محمود مشكورا ذكر قدامكم وذكر لينا قبل ما نخش ان هو جمهور الاهلي فين في المعادله دي، واحنا وعدناه ان احنا هندرس الموضوع بحيث حتى الجمهور العريض للنادي الاهلي هيستفاد من الشراكه دي ايا كان الشراكه شكلها ايه. لازم ندرس الكلام ده جوه مجلس الامناء ونطلع بتصور ان احنا نفيد كل انسان بينتمي للنادي الاهلي اذا كان عضوا او مشجعا او لاعبا يكون موجود. احنا من ضمن الحاجات اللي احنا بنعملها ان احنا بندي منح خاصه لاعضاء النادي الاهلي والفرق الرياضيه بتاعته، من ضمن الحاجات اللي بندي لاعضاء النادي الاهلي خصم خاص لاعضاء النادي الاهلي. احنا في حاجات تانيه ممتده ان احنا ممكن نستضيف فرق النادي في ملاعبنا، نستضيف الاكشن كل الانشطه من خلال الاستوديوهات وكل الانفراستراكشر الموجوده في العاصمه. ومش هقول لحضراتكم لازم تشوفوها اللي موجود في العاصمه الاداريه الجديده، فخر لكل حد موجود عشان يشوف اللي موجود في العاصمه المستوى اللي موجود. مش هقول زي لا، هو احسن من نظيره اللي في الجامعات اللي احنا بنستضيفها. يعني تاني لاخر مره احنا فخورين بوجودنا في النادي الاهلي وبالشراكه مع النادي الاهلي، ونتمنى ان شاء الله ان السنتين اللي فيهم العقد يمتدوا الى مدى العمر يكون في خدمه النادي الاهلي واعضائه وجمهوره وفي خدمه مصر كلها ان شاء الله، ان نطلع طالب رياضيا فت ومعاه اعلاميا فت ان شاء الله. واشكركم جدا جدا. كانت كلمة الدكتور مجدي القاضي رئيس أمناء الجامعة الكندية. زي ما حضراتكم شايفين حاجة محترمة جدا، وانت قاعد بتتفرج على مثل هذه الأمور بتبقى فخور ان انت بتنتمي لهذا النادي الكبير والعريق. موضوع تاني، فاكرين حضراتكم كان في أزمة كده في أول السنة للاعبة اسمها مريم مصطفى، لاعبة كرة الطائرة السابقة بالنادي الأهلي والحالية بنادي الزمالك. هذه اللاعبة اتهمت مسؤولي النادي الأهلي بالتزوير في تجديد تعاقدها مع النادي الأهلي. طبعا ده كانت عشان تروح تلعب في نادي الزمالك، عشان المقابل المادي كان أعلى من اللي اتفقت عليه مع مسؤولي نادي الأهلي وأعلى بكتير يعني. مش دي الأزمة، ولكن مؤخرا الحمد لله طلع تقرير الطب الشرعي اللي أثبت صحة توقيع هذه اللاعبة على عقود تجديد النادي الأهلي. هي كانت ماضية على عقود، خدته وراحت بيه المحكمة وقالت إن العقود دي مزورة، أنا ما مضيتش على هذه العقود. امبارح أو أول امبارح طلع حكم المحكمة في الدرجة الأولى، لسه في درجة تانية وتالتة، لسه يعني في اعتقد انا مش راجل قانون قوي وبفهم في هذا القانون، ولكن اعتقد ان لسه في استئناف ثم نقد، يعني لسه في حاجه او اتنين كمان هيبان فيهم او درجه او اتنين كمان. ان شاء الله ان شاء الله يتم توثيق هذا العقد. المحكمه الحقيقه في اولى درجاتها رفضت مزاعم وادعاءات اللاعبه ضد النادي الاهلي واتهمها بتزوير توقيعها. هذا السيناريو اللي انا قلت لحضراتكم ساعتها ان هو سيناريو وهمي الحقيقه وغير منضبط، سيناريو كان وهمي وغير منضبط، مجرد ان انا جالي فلوس زياده من نادي اخر، حقك طبعا وحق كل حد، ولكن لماذا هذه الاتهامات؟ حتى ساعتها اتكلمنا بهذا المنطق. بالمناسبه هذه اللاعبه لاعبه في فريق سيدات الطائره بنادي الزمالك، اصبحت مطالبه بسداد أو لسه أعتقد بعد الحكم الثاني أو الدرجة الثانية أو الثالثة هتبقى مطالبة بسداد قيمة الشرط الجزائي إذا ظل الحكم بهذا الشكل، اللي هو بالغ 3 مليون جنيه على ما أتذكر. عموما أنا ما يهمنيش إيه الأمر في الموضوع ده، ولكن اللي يهمني إن أنت لما تيجي تتكلم عن النادي الأهلي تكلم كويس. حتى لو عايز تمشي من النادي الأهلي بالمناسبة تفضل، زي ما قلت لحضراتكم قبل كده اللي عايز يمشي من النادي الأهلي هذه اللاعبة ووالدتها كذبوا كتير، كلموا كلام غير حقيقي كتير، حتى عليا أنا شخصيا وعلى أسماء أخرى وعلى الكابتن أسامة حسني
وعلى كابتن خطيب وعلى مجلس الإدارة، ما عنديش مشكلة إن أنتوا تمشوا. ما حدش عنده مشكلة إن أي حد يمشي من النادي الأهلي، لأن النادي الأهلي بيفضل زي ما هو في القمة. زي ما حضراتكم سمعتوا كده كلمة الدكتور مجدي القاضي، قال إيه؟ قال أن النادي الأهلي هو رقم واحد. فرقم واحد دايما بيجي مع رقم واحد. أسماء كتيرة قوي بقى عدت على النادي الأهلي، أسماء عدت وأصبحت في القمة، وأسماء عدت وراء وذهبت إلى أماكن أخرى غير القمة. فمش هتفرق معانا، اللي عايز يمشي يمشي واللي عايز، ولكن لما تيجي تمشي امشي واتكلم. بصوا حمدي فتحي، حمدي فتحي مشي بالمناسبة من النادي الأهلي. أيمن أشرف مشي من النادي الأهلي وما كانش بيلعب آخر سنة بعد ما كان كابتن منتخب مصر وكذا وكذا. هل سمعتوا أيمن أشرف قال كلمة كده ولا كده على النادي الأهلي؟ علي لطفي مؤخرا تمت إعارته لنادي زد. شادي حسين تمت إعارته لنادي زد. شوفوا الكلام اللي كتبه شادي، الكلام اللي كتبه علي، إيه هو ده اللي أنا بتكلم فيه. اللعيبة دي هتفضل في قلوب كل جماهير النادي الأهلي. هم مشيوا عشان هو علي لطفي النادي الأهلي مش عايزه، عايزه كل حاجة، ولكن علي مشي عشان ما بيلعبش، ده السبب الأول. والسبب التاني إن هو هياخد فلوس كويسة. الناس كلها في ظهره بالمناسبة، وكلنا هنقف معاه، وكلنا هنسأل عليه، وكلنا هنفضل واقفين معاه، مش علي لطفي لوحده، ولكن قيمة كبيرة زي أيمن أشرف. كلنا هنفضل معاه وهنفضل واقفين معاه وهنتكلم عنه، وهنفضل كل مرة نقول أيمن أشرف حتى لو دخل فينا جون. حتى لو دخل فينا جون، أيمن أشرف راح البنك الأهلي، ولكن أيمن أشرف بقيمته وباحترامه وبأدبه وبأخلاقه كل جمهور النادي الأهلي بيحبه. كلام على علي لطفي. شادي حسين قال لك أنا مشيت بقلبي ولكن عقلي موجود مع النادي الأهلي. أيمن أشرف قال هذه الكلمات أيضا، علي لطفي قال هذه الكلمات أيضا. كل الناس اللي بتمشي من النادي الأهلي بتمشي باحترام، بتظل دائما في قلوب كل الأهلاوية، لأنه كل واحد عنده ظروفه وكل واحد أدرى بظروفه. عايز تمشي تفضل، ما عنديش مشكلة. النادي الأهلي لا يقف أمام أحد، أقسم بالله. أنا على علم ببعض الأمور الخاصة بهذه ببعض اللاعبين، أقسم بالله النادي الأهلي لا يقف أمام مستقبل حد. طالما أنت شايف إن مستقبلك بره النادي الأهلي، امشي وباحترام هايل، ولكن يظل النادي الأهلي هو رقم واحد، ويظل النادي الأهلي هو كبير القوم، وهو اللي هيفضل ياخد البطولات. أنا وجهة نظري اللي مشي من النادي الأهلي زي ال يعني خلينا نتكلم، لأنه لسه ده حكم محكمة، وأنا الحقيقة ولكن أنا هنا بتكلم عن حكم المحكمة اللي خلص أو اللي هو طلع من يومين. اللي بيغلط يجب أن يعتذر، وجهة نظري، وبعد كده نترك الأمر للجمهور، هل يقبل الجمهور الاعتذار ولا لا. أنا عمري ما بشمت في حد، أنا شخصيا كمان عمري ما بشمت في حد، عمري ما بتكلم على حد وحش، عمري ما بقول على حد حاجة، لأنه دي أخلاق النادي الأهلي وتقاليد النادي الأهلي دايما اللي احنا بنتكلم فيها. والله العظيم ثلاثة، والله العظيم ثلاثة، اللي عايز يمشي من النادي الأهلي يتفضل، ولكن باحترام وبأدب. أنا بس برضو حبيت أضع حضراتكم في هذا الأمر. خلينا نروح لموضوع أخير الحقيقة قبل ما استقبل ضيفي الأول النهاردة. في أزمات كبيرة جدا بتواجه الموسم اللي جاي من قبل ما يبدأ، أهمها الارتباطات الحقيقة اللي ستواجه رابطة الأندية واتحاد الكورة، وهم دول الجهتين اللي مسؤولين عن تنظيم المسابقات. ولكن قبل كل شيء عايز أفكر حضراتكم أن اتحاد الكورة قرر تأجيل مباريات نصف نهائي كأس مصر الحالي للنادي الأهلي النهاردة تغلى فيه على الداخلية، اللي تأهل فيه الزمالك وام بي وبيراميدز، وينتظر احد الفريقين النادي الاهلي او النادي المصري للموسم الجديد. حواري لحضراتكم الارتباطات بتاعت الموسم اللي جاي، مشاركه النادي الاهلي ونادي الزمالك ونادي بيراميدز وفيوتشر في البطولات الافريقيه، مشاركه النادي الاهلي في السوبر ليج الافريقي، مباراه السوبر الافريقي للنادي الاهلي مع اتحاد العاصمه الجزائري، مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية، تصفيات كأس العالم منتخب مصر طبعا، وتوقفات المنتخب الوطني، بطولة كأس الأمم الأفريقية بدأ من 2024، وفوق كل ده رابطة الأندية واتحاد الكرة عايزين يلعبوا البطولات الآتية فوق اللي أنا اتكلمت عنها دي: دوري، كأس الموسم اللي هيبقى القديم، كأس الموسم الجديد اللي هو بتاع السنة الجاية، كأس النخبة المكون من أربع فرق في
في الإمارات، كأس الرابطة زائد كأس السوبر المصري بشكله الطبيعي، حتى الآن لم يقرر اتحاد كرة القدم إلغائه ولا لا، ويؤكد أن كأس السوبر بطولة منفصلة عن كأس النخبة. والله العظيم هو ده. هفكر حضراتكم بحاجة وأنا قلتها هنا، أكيد فاكرين لما شرحت لحضراتكم السنة اللي فاتت أو يعني سوري الأسبوع اللي فات البنود لائحة النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم، أن بطولة السوبر تحديدا ما ينفعش تغييرها إلا لو عملت جمعية عمومية وعدلت اللائحة اللي بتنص على أن السوبر مباراة بين بطل الدوري وبطل الكاس، يجب أن أنت تعمل عشان تغيرها فلازم تعمل جمعية عمومية، وده ما حصلش ومش هيحصل. فدلوقتي اتحاد الكرة عنده مشكلتين، المشكلتين هو اللي صنعهم بنفسه، ودلوقتي بيحاول يتحايل على اللائحة. وهشرح لحضراتكم ويا ريت محدش ينزعج من الكلام اللي أنا هقوله، لأنه هو كلام حقيقي والحقيقة دايما بتبقى مزعجة شوية، عشان حضراتكم تبقى الصورة واضحة. بطولة السوبر اللي هي القديمة يعني اللي هي ماتش واحد ما بين بطل الكاس وبطل الدوري موجودة في لائحة النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم، واتحاد كرة القدم عشان يعدل اللائحة ويعملها بطولة نخبة أو يغير اسمها تبقى 4 فرق أو 10 فرق زي ما اتحاد كرة القدم عايز، لازم يعدل اللائحة. طيب كيفية تعديل اللائحة؟ عن طريق الدعوة لعقد جمعية عمومية ويكون في بنودها تعديل اللائحة فيما يتعلق بماتش السوبر أو بطولة السوبر. واتحاد كرة القدم في مأزق. وبعدين أنا ليه بقول الكلام ده؟ أنا بقول الكلام ده لأنه في حاجات غير قانونية بعيدا عن اللائحة خالص يعني بتتعمل علشان ترضي فرق معينة، تلعب السوبر، تلعب النخبة، تلعب البخبة، تلعب أي كلام بقى اللي أنتوا عايزين تسموها زي ما تسموها زي ما أنتوا عايزين، عايزين تسموها سوسو ماشي ما عنديش مشكلة. فتغاضينا عن العقوبة وأصل العقوبة نامت والكلام اللي حضراتكم عارفينه ده. فتخيل حضرتك إن كل ده بيحصل علشان مجرد إن أنت تعمل أو ترضي نادي بعينه. طيب هل حضرتك هتعمل جمعية عمومية وتطلب تغيير اسم السوبر؟ اتحاد الكرة في مأزق، خصوصا بعد الخناقة اللي حصلت ما بين أحد أعضاء المجلس يوم الاثنين اللي فات في مقر الجبلية مع أحد رؤساء أندية الدرجة الثانية الحقيقة. يعني ما كانتش لطيفة، كان فيها سب وقذف واشتباك والحقيقة كانت حاجة يعني سيئة جدا. والخناقة دي تحديدا تسببت في غضب عدد كبير جدا من الأندية اللي بدأت تطالب بعقد جمعية عمومية لسحب الثقة من الاتحاد. وعايز أقول لحضراتكم حاجة، بعض الأندية هتروح مقر الاتحاد خلال اليومين اللي جايين وهتقدم طلب رسمي لعقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من المجلس الحالي. ماليش دعوة نجحت أو فشلت، أنا دي مش مشكلتي، أنا بشرح لحضراتكم الموقف عشان هنحتاج التفاصيل دي في اللي جاي. على الجانب الآخر ده موقف الأندية، على الجانب الآخر اتحاد كرة القدم أعلن في بيانه إن مفيش جمعية عمومية، وده الكلام الرسمي. ولكن أنا بقول لحضرتك هنا ومن مصادري الخاصة، بقول لحضراتكم إن يوم الثلاث اللي جاي، أنا بقول بحدد الميعاد أهو، يوم الثلاث اللي جاي في أندية هتروح اتحاد كرة القدم للمطالبة بعقد جمعية عمومية جديدة لسحب الثقة من اتحاد كرة القدم، وده انفراد لينا هنا في البيت الكبير. وأنا بقول لحضراتكم إيه اللي هيحصل يوم الثلاث اللي جاي. فدلوقتي اتحاد كرة القدم قاعد يفكر ويفكر ثم يفكر ويقول أنا لو عدلت اللائحة هبقى مضطر أعقد جمعية عمومية وفي أندية عايزة تسحب مني الثقة. طبعا بكره هيحصل اتصالات وهيحصل كلام كتير عشان الانديه ما تروحش قبل يوم الثلاث، ولكن اللي انا بقوله لحضراتكم ده لغايه اللحظه اللي انا بتكلم فيها دي، يعني ممكن من بعد الكلمتين اللي انا بقولهم دول تلاقوا بقى في اتصالات بدات تتحرك وكلام من هذا القبيل. لو عدلت اتحاد الكوره يقول ايه بقى؟ لو عدلت اللائحه يبقى معنى كده ان البطوله هعملها ب4 فرق.
وده معناه ان هي هتبقى البطوله القديمه، يعني هتبقى بطوله السوبر ولكن باربع فرق. طب بطوله السوبر كان هناك فريق انسحب اللي هو الزمالك اللي هي السوبر اللي فات، يبقى لازم اعاقبه. بس انا مش ناوي اعاقبه. هنا بقى كانت اللعبه الجديده. اتحاد كره القدم قال انا هستحدث بطوله جديده نسميها النخبه، وهيكون في نظامها ان في فريق يتم دعوته من اتحاد كره القدم او من الرابطه. عارفين ليه يتم دعوته؟ عشان لو الفريق ده مش واخد اي بطوله يلاقوا مخرج يحطوا بيه مع ابطال الكاس والدوري وكاس الرابطه. المهم يعني ان البطوله الجديده دي ملهاش اي علاقه بالقديمه، وده اللي اتحاد كره القدم بيحاول يروج ليه خلال هذه الفتره. طب ليه اتحاد كره القدم عايز يلغي بطوله السوبر القديمه؟ لانه لازم يعدل اللائحه ويشيلها، يشيل بطوله السوبر القديمه منها، وهو خايف دلوقتي يعمل جمعيه عموميه الا الانديه تسحب الثقه منه. ولو ما لعبهاش يبقى تنازل بإرادته عن بطولة من حق الاتحاد وبتدخل له إيرادات، وبالتالي يقع تحت طائلة إهدار المال العام. أنا ظهري للحيطة ووشي للبحر. شفتوا حضراتكم الدنيا ماشية إزاي في اتحاد كرة القدم؟ أنا بس حكيت القصة، أنا ما بقولش رأيي بالمناسبة، أنا لست مع ولا ضد، أنا بحكي لحضراتكم ليه الناس في اتحاد الكرة بتفكر بهذا الشكل، ليه بطولة النخبة بطولة حلوة على فكرة وما فيش أي مشكلة فيها، ولكن أنا هنا بتكلم عن موقف اتحاد كرة القدم بيعمله علشان اللخبطة اللي هو فيها. وأنا هنا عايز أنصح اتحاد كرة القدم، اقعدوا مع جمعيتكم العمومية، شوفوا مشاكلهم إيه وحاولوا تحلوها بشكل ودي، وامشوا وجهة نظري إن أنتوا تمشوا على اللوائح بعيدًا عن المجاملات. المنسحب تطبق عليه اللائحة. احنا كل يوم بقينا نسمع النخبة المخبة توتو الكلام اللي حضراتكم سامعينه ده، لان الرابطة بتقول انها كل الناس عايزة تعظم من مدخلياتها. فهنشوف ايه اللي هيحصل في هذه الامور، ولكن انا حكيت لحضرتك اهو اللي قاعد قدامي سمع الموضوع يبتدي يفكر فيه من كل الجهات. امتى؟ حتى بقى دلوقتي ممكن نقعد بينا وبين بعض كده نقول طب هل في وقت اللي نتعمل بطولات اخرى؟ اذا كان الدوري هينطلق في منتصف سبتمبر بيتقال كده وينتهي في يونيو 24، اسمع حاجات كتيره جدا. طيب على الجانب الاخر، اتحاد كره القدم من يومين اعلن عن مؤتمر تاني لفيتور ميلو بيريرا الخبير البرتغالي رئيس لجنه الحكام، قال هيتكلم فيه عن الفتره السابقه والتطوير اللي هيحصل في الفترة اللي جاية. واللي أنا عرفته إن هذا المؤتمر سيتم تأجيله. ليه؟ لأن الحكام عندها مشاكل كثيرة جدا جدا، وأعتقد إن في بعض الحكام بكرة وبعده أو بكرة هتروح في وقت اللي كان من المفترض هيتعمل فيه المؤتمر الصحفي، علشان لهم مستحقات كثيرة في اتحاد كرة القدم، فالناس عايزة فلوسها. فعشان كده تم تأجيل المؤتمر، وهو بيقول يعني اتحاد كرة القدم ان هو أجل المؤتمر علشان هيتعمل بعد انتهاء مباريات دور الثمانية في كاس مصر. ولكن على اتحاد كرة القدم ان يواجه مشكلاته، ان يواجه اعضاء جمعيته العمومية، على اتحاد كرة القدم ان يواجه الحكام على عدم صرف مستحقاتهم اللي وصلت ل 28 مليون جنيه عن الموسم السابق، وغضب بعض الحكام بسبب عدم العدالة في توزيع المباريات واعتراضهم على سياسات كابتن توفيق السيد. أنا بقول أهو بمنتهى الوضوح، عضو لجنة الحكام والمتحكم الرئيسي في اللجنة. فاتحاد كرة القدم مش لاقي مخرج، وقال للحكام احنا هنبقى نستنى الفلوس أول لما تيجي، فلوس القيد والحاجات دي، ونديلكم منها. ولكن لحد دلوقتي الحقيقة أنا مش عارف كيف سيتصرف اتحاد كرة القدم في أزمة المستحقات. أخيرا، وفي رسالة في غاية الأهمية لمسؤولي لجنة الحكام وكذلك أعضاء اتحاد كرة القدم بخصوص تعيينات الحكام لإدارة المباريات، من فضل حضراتكم التعيينات تكون وفق معايير
واضحة وأساسية على حسب الكفاءة وليس الأهواء والمجاملات والمصالح الشخصية. أنا بقول كده وأنا النادي الأهلي واخد الدوري، ولكن هناك معاناة شديدة بسبب هذا الأمر. عيب اللي بيحصل، الحكام كلهم زعلانة ومتضايقة. أنا اسمي توفيق السيد مثلا، بحب إسلام الشاطر، فأقوم جاي معين إسلام الشاطر في كل الماتشات. وفي حكام أسماءها كبيرة جدا لم تحكم مباريات كثيرة، وهم حكام دولية أساسا. عيب اللي الناس بتحصل، عيب اللي بيحصل. أمور كثيرة جدا جدا بتحصل في اتحاد كرة القدم. أنا الحقيقة مش عارف الفترة اللي جاية دي هتبقى صعبة جدا 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 في ترتيب المباريات، في لجنة الحكام، في موضوع السوبر، إيه اللي هيحصل؟ خلينا نشوف إيه اللي هيحصل خلال هذه الفترة. عموما طولت جدا النهاردة، خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نستقبل فقرتنا الأولى، النجم الكبير كابتن عمرو الحلواني في ضيافة البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن عمرو الحلواني. ازيك يا عمو؟ كابتن اسلام. ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا كابتن؟ اخبارك ايه؟ زي الفل. التجمع عامل ايه؟ سامعك عمال تغني في موضوع التجمع ده. التجمع طبعا بصراحه حاجه، احكي لنا الاول انت موجود في التجمع بتعمل ايه؟ النادي الاهلي طبعا فرع التجمع. من فتره كده كنت ماسك مدير فرع بنها كابتن شطه في الاكاديميه. كانت النادي الاهلي، كابتن شطه كلمني من بعديه على طول. كابتن محمود الخطيب قعد مع كابتن شطه طبعا، وعايز يفتح الاكاديميه هناك في فرع التجمع الجديد ويخلي الناس تبقى موجوده، الاعضاء، وحاجه تبقى مميزه. كابتن شطه كلمني بصراحه، قعدت مع كابتن شطه، قال انا شايفك ان انت تبقى موجود هناك في التجمع، تعمل حاجه مختلفه. رحت بصراحه شفت النادي يا كابتن اسلام حاجه اوروبا يعني. هناك كل الناس هناك متاحه ان انت تنجح. هناك مدير عام النادي احمد بن نحاس هناك حاجه محترمه، بيوفر لك كل حاجه. رحت انا وكابتن شط قعدنا مع احمد بن نحاس وشفت الملاعب وشفت الاجواء هناك، حاجه بروفيشنال. كنت مبسوط جدا كابتن اسلام بصراحه، الاجواء هناك حلوه قوي اللي انت تنجح. كابتن شطه بصراحه وقف جنبي جدا، قال لي عمرو اللي انت عايزه انا اعمله لك، عايزين نعمل حاجه مختلفه، عايزين نعمل حاجه للاعضاء، حاجه مشرفه في الفرع التجمع. بدأنا نشتغل بقالنا حوالي 3 أسابيع. يعني اخترت مدربين على أعلى مستوى، واخترت الأتموسفير بتاع النادي على أعلى مستوى، التدريب والخطة التدريب والأكاديمية. يعني بقالنا 3 أسابيع دلوقتي الحمد لله، وصلنا ل 650-680 شخص. 3 أسابيع. 3 أسابيع. كويس جدا. والحمد لله أنا مبسوط جدا بالتجربة، حاجة بروفيشنال جدا. النادي جميل قوي يعني، أنا وأنا رايح كل يوم يا كابتن إسلام أنا مبسوط، أنا رايح كل يوم. حاجه تشرف النادي الاهلي بصراحه، النادي على اعلى مستوى، حتى التدريب نفسه، الارضيه بتاع الملعب، الملعب الترتان، الاجواء، الحاجات اللي بره كلها الملعب، حاجات جديده في جديده بقى. حتى اولياء الامور حتى والاعضاء ما بيجي يقعدوا، بيقعدوا القعده بتاعتهم حلوه جدا، عامل لهم مدرج شيك جدا، عامل لهم قعده شيك جدا. لا حاجه انت جاي تستمتع، وانا حتى يعني انا مركز ان الولد يجي الساعه يتمرنها او الساعه ونص يبقى مستمتع هو والعضو النادي او هو ولي الامر بالتمرين بكل حاجه حوالين الملعب. يعني كل موجودين من اعضاء الجمعيه العموميه ولكن من خارج النادي؟ لا في وفي يعني، بس الاكثريه اعضاء النادي الاهلي، عشان النادي الاهلي بعيد شويه يعني، بعيد شويه عن التجمع، فلازم يكون موجود يعني، لازم يكون هو اعضاء النادي، عشان لازم يكون معاه عربيه او يكون معاه حاجه ويكون عضو في النادي. فاكثريه الاعضاء حوالي هم اعضاء النادي، حوالي 620 واحد دلوقتي او 630 واحد دلوقتي موجودين في النادي، في حوالي بتاع 500 وحاجه اعضاء النادي يعني. كويس جدا. وبالتالي الفترة اللي جاية متوقع انه يصل العدد لكام؟ انا متوقع الفترة الجاية ان شاء الله نوصل لألف وألف وحاجة كمان يعني. واحنا عندنا اعتقد الرقم جيد جدا. لا واحنا عندنا النظام هناك والسيستم محطوط، والنظام والملاعب والمدربين، وبصراحة يعني كل الناس بتساعدنا كابتن اسلام، دي حاجة مهمة قوي يعني. الحمد لله كل الناس بتساعدني، حتى اولياء الامور يعني. دلوقتي انا حاطط يعني حاجة معينة، اولياء الامور يخش في حتة معينة ويسيب الولد عشان يبقى عنده شخصية، كل اولياء الامور بتنفذ الـ 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 الاجراءات دي. وحتى ما اجي اتكلم معاهم مبسوطين، يقول لك كابتن اللي انت عايزه، انا عايز الولد يبقى عنده شخصيه، عايز الولد يسيبه هنا طالما في امان، طالما كل حاجه متاحه، وبيقعدوا في الاماكن المتاحه ليهم، بيتفرجوا على الولد ويعرفوا ازاي يصوروه ويعرفوا ازاي حتى التمرين نفسه، شكل التمرين. انا كابتن اسلام انا كمان عامل مش اكاديميه وخلاص، انا عايز الولد يجي يبقى مستمتع بالتمرين. المدرب اللي معاه كان لعب كوره، انا مختارهم في حوالي بتاع 4 5 6 لعبوا معايا انا شخصيا وانا في النادي الاهلي،
ولعبوا في انديه ثانيه، وعندنا مدربين عندهم الدورات التدريبيه بتاعتهم، واخدين السي واخدين البي واخدين الاي كمان، كابتن جمال مصطفى، يعني الناس كلها لعيبه كوره ولعب كوره وعندهم الفكر التدريبي، فبيوصل الولد المعلومه بتاعت التدريب، مش اكاديميه وخلاص يعني. وبالتالي هذا هو الفارق ما بين اكاديميه النادي الاهلي واي حد واي اكاديميه اخرى. بالظبط. لا، وكمان كل الناس اللي ما بتيجي الاكاديميه هو اولا جايين عشان النادي الاهلي، هو بيحب النادي الاهلي، ولي الامر بيحب النادي الاهلي، فعايز يشوف ابنه جوه النادي. فانا يعني انا دايما طول الوقت حتى ولي الامر يجي يتكلم معايا، انا عايزه اخليه يحب النادي ويبقى عنده شخصيه البطل يعني، والالتزام والانتماء بتاع النادي الاهلي يعني. فانا لازم ادخله في التدريب يعني نفس الاجواء دي، اللي هو داخل حابب اللي هو من صغره يبقى في المدرسه او في اي حاجه، اللي هو عايز يكسب، عايز ينتمي للنادي بتاعه، وعايز طول الوقت يبقى طبعاً مميز، عايز طول الوقت يبقى فخور بنفسه. فانا دايما حتى ما بكلم معاهم او بكلم مع المدرب اقول له طول الوقت اتكلم معاهم، او طول الوقت ادي له المعلومه اللي هو عايزها، تحط الروح دي جواه. بالظبط كده، هو اصلا اوريدي جاي وحابب النادي يعني، ولي الامر جاي وحابب النادي، فانا عايز اشتغل على دي يعني. طيب، ننتقل إلى أمر آخر. سنة طويلة جدا جدا استطاع النادي الأهلي أن يفوز بكل شيء في هذا الموسم حتى الآن، أي بطولة الحمد لله دخلناها فيما عدا كأس العالم طبعا، اللي وعد كولر أن هو يعمل على أن هو يبذل فيها أقصى مجهود خلال الفترة اللي جاية. خمس بطولات، خدت الخمس بطولات، خلاص أنت في نهاية هذا الموسم. مباراة الداخلية النهاردة بعد الفوز على الداخلية، قدامك مباراة المصري أعتقد كمان أربعة أيام ولا كمان يوم الخميس، يوم الخميس القادم، بعد كده تاخد الأجازة. موسم طويل جدا جدا، تقييمك للموسم قبل ما أتكلم عن مباراة الداخلية؟ بص يا كابتن، النادي الأهلي السنة دي يعني لو رجعنا سنة لورا، مستر كولر جه اشتغل، عمل فترة إعداد على أعلى مستوى. أولا كان قرار مميز جدا لكابتن محمود الخطيب وأعضاء مجلس إدارة ولجنة الكورة، خدوا قرار يريحوا لعيبة كتيرة جدا من الموسم اللي فات. اللعيبه الاساسيه خدوا 10 ايام او 15 يوم، اللعيبه بقت ذهنيا عرفوا يرتاحوا يعني. جه الراجل مستر كوره جه اشتغل، عرف امكانيات كل لعيب، عرف امكانيات متطلبات الفرقه، وكل لعيب ستايله ايه وريتمه ايه في الماتشات. ابتدى الموسم الريتم يعلى ماتش عن ماتش كابتن اسلام، وابتدى كمان حتى يوصل لهم هو عايز ايه وفكر التدريب بتاعه ايه، لغايه لما وصل اعلى ليفل اللي هو خد خمس بطولات السنه دي. وكمان ماتش بتاع سان داونز اللي الاهلي خسر فيه خمسه، ده كانت نقطه تحول. كانت نقطه تحول، نقطه تحول لمستر كولر، نقطه تحول للعيبه، نقطه تحول للنادي كله، اللي هو لا النادي بقى يركز، النادي حس لا اللي فيه حاجه خطر، فبدا اللعيبه تركز ومستر كولر يركز، خد بطوله افريقيا اللي هي اهم بطوله بالنسبه للنادي الاهلي وجماهيره، وخد بطوله الدوري بقى لنا سنتين مش ما خدناهاش، بقى لنا سنتين ما خدناهاش. فالنادي الاهلي السنه دي بصراحه يعني اللعيبه كلها والجهاز الفني وكل الناس اشتغلت على قلب الرجل الواحد. طبعا ده النجاح ده بيبقى جاي نتيجه اوضه اللبس، نتيجه الشغل الكتير، نتيجه اللعيبه كلها بقت بروفيشنال، اللعيبه كلها بقت تذاكر، مستر كولر بقى يوصل معلومه، اللعيبه بقت تنفذ التعليمات، وصل لاعلى مرحله اللي هو خمس بطولات دخلهم خدهم. فده بالنسبه لي موسم استثنائي بالنسبه للنادي الاهلي. انا برضو عايز اقول حاجه يا كابتن اسلام، ماتش بتاع الاهلي وبيراميدز اللي الاهلي خسر فيه 3، الناس كلها يعني قالت الاهلي خسر، انا شايف الاهلي خسر 3 بس كسب حاجه كتير جدا. كسب اللي مثلا كوره يشوف اللعيبه اللي عنده 25 لعيب، فلازم يشوف اللعيبه اللي عنده اللي هتكمل معاه الخمس ست بطولات الجايين. النادي الاهلي على فكره عنده تارجت تاني خالص السنه الجايه، عايز برضو ينافس على البطولات طبعا، ويحافظ على البطولات ويخش بقى. والنهارده في كلمه الكابتن خطيب في المؤتمر قال هذا الكلام، قال يعني احنا خدنا، ولكن ده خدنا عملنا موسم تاريخي وكل حاجه، ولكن اصبح من التاريخ كالعاده يعني. بالظبط، فده حاجه جامده جدا، اللي هو السنه الجايه عايز يحافظ على نفس البطولات. وفي حاجه كمان اهم بقى، احنا في كاس العالم احنا بقى لنا كذا فتره بناخد ثالث، احنا عايزين بقى نوصل لنقطه نبقى ان شاء الله ناخد البطوله او نوصل نهائي. دي 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 دي, دي الخطه بتاعتنا الفتره الجايه ان شاء الله. ايوه، عشان كده تلاقي النادي الاهلي لازم يبقى عنده 25 لعيب 30 لعيب على اعلى مستوى. فانت لما تيجي تجرب اللعيبه دي على اعلى مستوى كابتن اسلام، لازم تجربها مع نادي نفس بينافسك اول وتاني. فما تشوف اللعيبه اللي ما بتلعبش بقى لها فتره وتشوفها مع فرقه بتنافسك وبتشوف المستوى بتاع اللعيبه، انا شايف ان ده حاجه مميزه جدا. اللي انت خسرت الماتش بس كسبت حاجه كتير جدا، عرفت ازاي عيوبك وميزاتك، وعرفت ازاي انت احتكاكاتك السنه الجايه هتعملها ازاي. فانا شايف ان الماتش احنا خسرنا نتيجه، بس كسبنا حاجات كتير جدا جدا لسنه قدام او سنتين قدام يعني. طيب، نروح بقى لمباراة الداخلية وفوز النادي الأهلي النهاردة على الداخلية بهدف مقابل لا شيء.
اعرف رايك الاول في هذه المباراه والناحيه الفنيه. بص يا كابتن، هو ماتش طبعا بالنسبه للنادي الاهلي ماتش طبيعي ان الاهلي يكسب النهارده. النادي الاهلي الشوط الاولاني ضيع اكتر من فرصه، هو كمان ماتشات الكاس اهم حاجه تكسبها اكتر من الاداء صحيح. كمان اهم حاجه تكسب الماتش عشان توصل للمرحله اللي بعديها. وطول الاهلي طول عمر النادي الاهلي ما بيخش اي بطوله بيبقى مركز اللي هو ياخد البطوله. نعم. شايف النهارده ماتش اتلعب على قد الماتش بالظبط، واللعيبه بقى لها فتره كمان، اللعيبه الاساسيه بقى لها فتره ما لعبتش مع بعض، اكتر من 10 15 يوم التشكيله دي كلها ما لعبتش مع بعض اول ماتش يلعبوه. صحيح. عشان ماتش المصري برده ماتش صعب جدا، فهم انا شايف ان الماتش النهارده النادي الاهلي خد اللي هو عايزه من الماتش، خد النتيجه وحتى النهارده مستر كولر يعني شايف اللعيبه اللي بقى لها فتره ما بتلعبش بصفه اساسيه، اللعيبه الاساسيه النهارده لعبوا وحاجه مميزه النهارده. فانا شايف الماتش النادي الاهلي خد اللي هو عايزه، خد اللي هو عايزه، خد اللي هو عايزه طبعا من المباراه. طيب التشكيل والتغييرات يعني هو النهارده حتى اتكلم عن التغييرات، قال يا جماعه انا التغييرات على حسب الماتش. مستر كولر يعني اتكلم وقال لك ان التغييرات على حسب الماتش، مش لازم اغير، ممكن ماتشات ما اغيرش خالص، ممكن اغير في الدقيقه 60، يعني مش لازم الدقيقه 70. بص يا كابتن اسلام، التصريح ده لما مدرب كبير يقوله يبقى الراجل ده بيذاكر، يبقى الراجل ده شغال، الراجل ده عارف العيوب بالفرقه ونظام الفرقه وسيستم الفرقه. فاللي هو مش اللي هو انا عايز اغير وخلاص يا كابتن اسلام، عايز اغير وخلاص عشان الناس تقول غير وخلاص. هو مش دعوه، هو مش شايف حد، هو شايف فرقته، هو مركز 100% في الفرقه بتاعته، عارف عيوبها ايه وميزاتها ايه، امتى اغير امتى ما اغيرش. هو بصراحه هو الراجل ده بيعجبني جدا يا كابتن اسلام، اللي هو بيذاكر وبيشتغل 100%، واهم حاجه عنده الفرقه واهم حاجه عنده التيم. حاجه مميزه قوي كابتن اسلام الفتره اللي فاتت، النجم اللي عنده الفرقه. يعني المدير الفني الكبير النجم اللي عنده هو الفريق، هو النادي الاهلي، هو الكيان. فهو شغال على دي. فانا بصراحه شابوه ليه، وتصريح انا شايف اللي هو مدرب كبير جدا وهيفرق جدا مع النادي الاهلي السنوات الجايه ان شاء الله. مستر كولر واحد من المدربين الجيدين جدا الحقيقه، واللي عامل ماتشات رائعه الحقيقه خلال هذه الفتره. لهواة الارقام الحقيقه 18 مباراه ما بين النادي الاهلي ونادي الداخليه، 15 في الدوري وثلاثه في الكاس. الاهلي حقق 13 انتصار مقابل فوزين للداخليه وتعادل 3 مباريات. سجل هجوم النادي الاهلي 36 هدف، هجوم الداخليه 10 اهداف فقط. اعتقد يعني الارقام هنا بتتكلم عن طبعا يا كابتن النادي الاهلي السنه دي عامل موسم استثنائي. وفي حاجه كمان كابتن يعني كنت شايفها لما كنت صغير مع مستر مانو جوزيه، ازاي يخلي اللعيبه طول الوقت عنده الطموح اللي هو يكسب. طول الوقت اللي هو عنده التارجت اللي هو يكسب بطوله، خدت بطوله اقفل التانية، عندنا بطوله تانيه، التانيه اقفل عندنا الثالثه الرابعه. مش اي مدرب يعمل ده كابتن اسلام، غير المدربين الكبار، غير المدربين اللي هو طول الوقت بيجيب لك الدوافع، كل تمرين الدافع، كل ماتش الدوافع. فبصراحه انا شايف اللي هو السنه دي عملوا موسم استثنائي. مستر كولر السنه دي كان جاي ومذاكر وعارف قيمه النادي الاهلي وعارف قيمه جمهور النادي الاهلي. بصراحه انا شايفه اللي هو من احسن المدربين جم في تاريخ النادي الاهلي. يعني ايه رايك في التحكيم النهارده؟ بص يا كابتن، هو بقاله فتره مش احسن حالاته، بقاله فتره مش في احسن حالاته خالص. يعني الفتره اللي فاتت برضو في استهزاء، يعني مستوى بتاعهم متذبذب. حكم مفيش النهارده حكم غير واحد او اثنين يا كابتن. يعني انت قول لي مثلا واحد 34 ماتش حكم 10 ماتشات، تدي له 8 من 10 كابتن اسلام؟ مين في مصر تدي له 8 من 10 مثلا السنه دي في التحكيم؟ قليل، ممكن واحد اثنين مثلا. انت عندك ما شاء الله حوالي 30 حكم او 25 حكم مش بنفس المستوى. يعني ممكن يعمل لك ماتش حلو قوي وماتشين ثلاثه وحش قوي، اخطاء يعني سهل قوي اللي احنا نتدرجها يعني. فانا شايف ان التحكيم السنه دي مش في احسن حالاته. شايف التحكيم السنه دي عنده فرصه في حوالي شهر ونص على الدوري الجديد، فلازم يشتغل على نفسه، ومعانا خبير تحكيمي اكيد دلوقتي، فلازم يشتغل على اخطاء، ولازم يشتغل على الحاجات الجديده، ولازم يشتغل على التكنولوجيا الجديده، ولازم يتفرجوا على ماتشات كتيره جدا بتاعت اوروبا ويتفرجوا على عيوبها وميزاتها، عشان السنه الجايه الدوري هيتغير. يعني الدوري السنه الجايه هيتغير تماما، كل سنه عن سنه الدوري بيزيد، الدوري شعبيته بتزيد في الوطن العربي وفي افريقيا وفي العالم دلوقتي يا كابتن اسلام. فلازم التحكيم يبقى بنفس المستوى وبنفس الليفل بتاع الدوري المصري يعني. طيب الحقيقه النهارده برضو مجدي قفشه من الماتشات الحلوه. اعتقد ان مجدي قفشه خلال الفتره الاخيره استعاد بريقه بشكل او باخر، مع ان انا بشوف دايما يعني انا واحد من الناس اللي بيحبوا لعب مجدي محمد قفشه، من اللعيبه اللي لازم يبقى موجود في الملعب وجهه نظري، لانه ممكن يعمل لك باس يخليك تروح للجون زي علي زي محمد هاني زي بقيه اللاعبين. اولا قفشه لعب معايا في ام بي وهو صغير، يعني طلع معايا وانا في ام بي يعني كان ناشئين وطلع معايا.
قفشه لعيب كبير يا كابتن اسلام، لعيب كبير جدا، لعيب كوره، لعيب لعيب موهوب يعني. يعني مثلا الجون ده يعني تحس كانه ضرب الجزاء. بعيدا عن الجون، انا بالنسبه لي الاسيست اللي عمله في الشوط الاول لبيرسي تاو والهدف الاول احلى من الجون، وجهه نظري. هو 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 قفشه لعيب كبير، انا من الناس اللي انا بحب مجدي قفشه جدا، بحب طريقه لعبه جدا. حتى في الملعب عنده شخصيه، ده مهم جدا. لعيب الكوره، لعيب النادي الاهلي لازم عنده شخصيه. هو طول الماتش عنده شخصيه، طول الوقت عنده، حتى لو ما لعبش بينزل بيبقى عنده، تحس انه عنده شخصيه. راجل بصير كويس جدا، بيلعب فاولات كويس جدا، بيغير الملعب كويس جدا، ممكن يوصلك باص او باصتين للجون، بيلعب 10، بيلعب هاف رايت هاف ليفت. انا شايف ان قفشه من اللعيبه المهمه جدا في النادي الاهلي، لو خد فرصه اكتر مع مستر كولر هيفيد النادي الاهلي. وانا على المستوى الشخصي انا بحبه جدا ومقتنع بيه، يعني اقتناع غير طبيعي يعني. النهارده على الرغم من غياب 7 أو 8 لاعبين من النادي الاهلي، لم يتاثر النادي الاهلي بهذه الغيابات سواء للاصابه او للناحيه الفنيه. بص كابتن، احنا بقالنا فتره في الموضوع ده، اللي مستر كولر ازاي اي لعيب بيغيب تلاقي البديل بتاعه. هو ده اللي انا بقوله، السنه دي النادي الاهلي اصلا نجاحه الخمس بطولات السنه دي، اللي هو عنده 20 22 23 لعيب، في فوارق بسيطه، بس اي لعيب بيغيب الثاني بيقوم بنفس الدور. هي دي اللي نجحت النادي الاهلي السنه دي، وازاي مستر كولر قدر يوصل للعيبه اللي كله اشتغل، كله هياخد فرصته، كل واحد بيجتهد في الملعب هديله. فهي دي هي دي سبب النجاح السنه دي، اللي النادي الاهلي او اي فرقه كبيره عندها البدلاء بنفس المستوى بتاع اللي بيلعب بصفه اساسيه لازم ينجح يا كابتن اسلام. فانا انا شايف اللي مستر كولر وصل للعيبه ووصل لكل لعيب بيلعب اساسي او احتياطي اللي كله شبه بعضه، ده سبب النجاح اللي اي حد بيلعب دلوقتي تلاقي ما فيش فرق خالص يعني. التدوير اللي بيعمله كولر، هل ده يقول ان هو خلاص بقى ماسك المفاتيح الفرقه في ايديه؟ مليون في المية. مليون في المية بقى حافظ كل لعيب دلوقتي، هو بقاله سنة كاملة، فحافظ كل لعيب، حافظ كل لعيب يديلك امتى، الطريق بتاعته امتى، يلعب البوزيشن بتاعه، ايه المكان اللي هو مميز فيه، حتى لو لعيب بديل ممكن التوقيت نفسه حتى ينزله امتى. فهو دلوقتي خلاص بقى حافظ كل حاجة في الماتش، حافظ كل حاجة في التمرين، حافظ كل مفاتيح لعب كل لعيب هيديني امتى، حتى في طريقة الحماس يعني، حتى طريقه الكلام معاه ممكن يوصل للعيب بديل يوصله المعلومه بطريقه معينه، عشان عارف هو لو وصلتها بطريقه معينه هتنزل هتديني 100%. ممكن لعيب اساسي يوصله المعلومه بطريقه معينه، عشان عارف ان انت لما تيجي تلعب اساسي هتديني 100%. فهو دلوقتي بقى عارف كل ده، كل لعيب، بدليل الاهلي بقى ياخد البطولات، بقى في ماتشات صعبه جدا كمان بيعملوا ماتشات حلوه جدا. فمستر كولر دلوقتي بقى عارف كل مفاتيح اللعب يعني بتاع النادي الاهلي. 58 مباراه لعبهم كولر مع النادي الاهلي، فاز في 42، تعادل في 11، تلقى 5 هزايم، 160 هدف جبناهم، 34 هدف دخلوا مرمى النادي الاهلي، 37 مره شباك نظيفه، توج ببطولتين سوبر، كاس مصر، دوري ابطال افريقيا، لقب دوري ممتاز. اعتقد ان كولر بيحاول ان يسطر تاريخ جديد مع النادي الاهلي. حقه يا كابتن. راجل شغال، راجل بروفيشنال، راجل اوروبي جاي بيذاكر، جاي عارف قيمه النادي الاهلي كويس جدا، عارف قيمه جمهوره كويس جدا، عارف النادي الاهلي ما بيشبعش بطولات، عارف النادي الاهلي طول الوقت لو 34 ماتش او 50 ماتش بيلعبوا في السنه عايز يكسب 52، لو ليك 50 هتكسب 52. هو عارف كده كويس جدا، عشان كده شغال على كده وموصل لعيبه كده. فهو ده النجاح، هو ده اللي مثبته اللعيبه، عشان كده تحس اي ماتش الاهلي بيتعادل فيه او بيخسر فيه تلاقي هو متغير تماما، تلاقي الماتش اللي بعديه الدنيا مختلفه تماما يعني. فانا شايف ان مستر كولر ماشي بخطى ثابته جدا مع النادي الاهلي، وشايف حتى كمان سمعت النادي الاهلي خلاص بيجدد له أو ماشي في الاجراءات بتاع تجديد سنه سنتين ثلاثه. ده حاجه جامده جدا، متعودين على النادي الاهلي الاستقرار، متعودين على النادي الاهلي اللي هو بيبص لسنين قدام، فدي حاجه تبقى ان شاء الله مميزه جدا لو كمل مع النادي الاهلي سنتين ثلاثه يعني. طيب هنكمل كلامنا مع حضراتكم مره اخرى، ولكن خلينا نطلع نشوف هذا التقرير واستعدادات او استكمال النادي الاهلي لمشواره في الكاس، ولكن نطلع نشوف هذا التقرير ونكمل كلام. طيب بعد مباراه الداخليه وفوز النادي الاهلي، النادي الاهلي بينتقل الى الدور القادم وسيلاقي النادي المصري. النادي المصري لسه خسران بطوله الكاس الرابطه من باربعة اهداف مقابل هدف امام سيراميكا كليوباترا، ثم من بعدها لاعب النادي الاهلي يعني بصف كان معظم اللاعبين اللي بيلعبوا بشكل طبيعي في النادي الاهلي مش موجودين، واستطاع التعادل مع النادي الاهلي في هذه المباراه. ثم الان مدير فني جديد للنادي المصري كابتن علي ماهر بعد كابتن ميمي عبد الرازق، كل هذه الامور كيف ترى هذه المباراه يوم الخميس القادم؟ طبعا هو
يعني النادي الاهلي ما بيهتمش بالحاجات دي كلها، والنادي الاهلي رايح عايز يكسب، عايز ياخد الماتش عشان يشوف اللي بعديه يعني. الحاجات دي كلها كابتن علي ماهر مدرب كبير ولسه ماسك المصري بقاله يومين وبيحضر الماتش، وطبعا ماتشات كابتن علي ماهر قدام النادي الاهلي دايما بتبقى يعني بتبقى صعبه شويه، بس النادي الاهلي انا متاكد ان اللعيبه ومستر كوره ما لهمش علاقه بالاجواء اللي هي بره ال 90 دقيقه يعني، هو كل دماغهم 90 دقيقه عايزين يكسبوا الماتش عشان يشوفوا المرحله اللي بعديها ويوصلوا دور الاربعه. فانا شايف هيبقى ماتش صعب جدا، بس لو النادي الاهلي في افضل حالاته والنادي الاهلي مركز جدا واللعيبه مركزه زي الدوري وزي افريقيا وزي الكاس والسوبر الفتره اللي فاتت كلها، لا النادي الاهلي ممكن يكسب الماتش يعني سهل جدا ويوصل المرحله اللي بعديها ان شاء الله باذن الله. تمام، يعني انا ما اعتقدش انه هيبقى ماتش سهل، بالعكس انا بشوف انها هتبقى مباراه صعبه. مباريات المصري دايما بتبقى مباريات صعبه جدا جدا الحقيقه، في بره الملعب فنيا، بره الملعب لو فنيا فنيا مدرب جديد كابتن علي ماهر بقى لسه برده مش عارف القماشه بتاعته، لسه مش حافظ اللعيبه بقى له يومين، فهو لو مكان علي هتلعب ازاي؟ هقفل واستنى، مفيش مشكله بنسبة كبيرة. مفيش مشكله، بس النادي الاهلي لو مركز، النادي الاهلي اصل النادي الاهلي طول الوقت متعود ان الناس تقفل، متعود طول الوقت اللعيبه كلها نص الملعب ما حدش يعدي نص الملعب، فدي بقت حاجات النادي الاهلي بقت طبيعيه دلوقتي. فالنادي الاهلي هيبقى شغال على طريقه معينه زي ما بيشتغل، شغال على اسلوب لعبه، شغال على اطراف، شغال مع علي معلول، محمد هاني، بيرستاو، حسين الشحات، قفشه لو لعب، كهربا، اللعيبه دي كلها لو فايقه انا شايف النادي الاهلي هيبقى الماتش مش هيبقى صعب طبعا كل حاجه، بس هيبقى الاهلي هيعمل نتيجه كويسه جدا، ولاعيبه مركزه ذهنيا وبدنيا في ال 90 دقيقه لا النادي الاهلي هيكسب ويعمل ماتش. كلهم عايزين يخلصوا بقى اخر ماتش في البتاع عشان ياخدوا اجازه، هياخدوا اجازه حوالي 20 يوم، فده حاجه برده مهمه جدا جدا. ده يدل برده للناس بتذاكر، ده يدل المدير الفني بيذاكر، المدير الفني او اللعيبه اللي يوصلك تقعد 20 يوم او 15 يوم اوت ذا كوره خالص بقى، اوت ذا فورمه، قاعد كده بركز في حياتك بقى مع اسرتك. او صحيح. ده على فكره ده استشفاء للسنه الجديده، يبقى عندك طموح تاني، ده اكبر استشفاء للسنه الجديده. طبعا عندك طموح للسنه الجديده، جاي مشتاق للكوره، جاي عايز تلعب كوره، جاي عايز تاخد بطولات، فده مهم جدا 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 يعني. موسم الانتقالات، انتقالات مثلا علي لطفي وشادي حسين انتقلا الى نادي زد، شايف علي وشادي تحديدا وايمن اشرف الى البنك الاهلي؟ الثلاثه لعيبه مميزه جدا، الثلاثه ادوا للنادي الاهلي يعني، علي بقاله 6 سنين وايمن اشرف بقاله حوالي 4 5 سنين وخد معاهم بطولات، شادي هو اللي بقاله سنه بس تحس انه بقاله سنين كتير، هو واحد من عشاق النادي الاهلي، واحد كان بيشجع النادي الاهلي وهو بيلعب في سيراميكا، وانا لعبت معاه شخصيا وعارف قد ايه هو بيحب النادي الاهلي، فما خدش فرصته 100%. زد برضو نادي كبير طبعا دلوقتي، هو لسه طالع دور ممتاز، بس الناس اللي مسؤوله عن نادي زد كويس يعني طبعا. حاطين خطه مستقبليه للنادي ده، فانا شايف اللي هم لعيبه يعني النادي الاهلي عمره ما هنساهم، لعيبه النادي الاهلي ادت النادي الاهلي كتير، واللي بيدي النادي الاهلي كابتن اسلام النادي الاهلي عمره ما بينساه يعني، حتى لو بعد 100 سنه اللي بيدي النادي الاهلي عمره النادي الاهلي ما بينساه. شايف اللي هي تجربه بالنسبه لهم يعني ينجحوا فيها ان شاء الله، لعيبه على اعلى مستوى ان شاء الله هيفيدوا نادي زد ويعملوا ماتشات كويسه ان شاء الله باذن الله. طيب بما اننا بنتكلم عن علي لطفي، كان هناك احتفاليه من لعيبه النادي الاهلي وكلمه لعلي لطفي، خلينا نطلع نشوف ايه اللي حصل ونرجع نكمل. بشكر كابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره ان هم ادوني الفرصه دي ان انا اكون موجود داخل النادي الاهلي، وزي ما حضرتك قلت كابتن سيد 6 سنين هم عدوا بسرعه، بس عدوا بحاجات كويسه كتير جدا، وبتمنى طبعا للفرقه التوفيق الفتره الجايه، وبشكر طبعا جهاز الفني بطريقه مستر كولر، واحب اشكر طبعا جدا كابتن سيد لانه من اول يوم دخلت في النادي واقف معايا بشكل كبير جدا من داخل النادي، فبحب اشكره واشكر كل زمايلي طبعا اللي انا كنت بعتبرهم فعلا اكتر من اخواتي، اللي احنا قضينا مع بعض ايام جميله جدا، وبحب اشكره واتمنى لهم التوفيق الحقيقي ان شاء الله. ان شاء الله. كلام كويس جدا الحقيقه وكلام محترم. عمرو لفت نظري، وحتى سمير هو بيكلمني دلوقتي بيقول لي بص كولر واقف فين، بياخد باله من تفاصيل كتيره جدا، عايز يشوف كل الناس بتعمل ايه وكل الناس بتقول ايه، واعتقد ده سبب نجاح كبير لكولر. هات لي لقطات تانية لو سمحت. اسمح لا لي. حاجه مميزه جدا اللي هو في اوضه اللبس يبقى كله بيحبوا بعضه. انا بس عايز اقول لك شفت مستر كولر واقف ازاي؟ هو مش عايز ياخد اللقطه، بالعكس هو سايبه يتكلم براحته، سايبه بعيد بعيد خالص، بس واقف ورا عشان يقول له انا موجود،
يعني انا في ظهرك يعني مثلا هو ورا اللي هو يخليه يتكلم حتى على هتلاقيه باصص له هو بيتكلم فاللي هو اتكلم براحتك وانا موجود في ظهرك وانا اي حد لعيب هيمشي من النادي الاهلي او 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 اي حاجه انا في ظهرك وبسمع الكلام وتلاقيه مهتم جدا وفي الاخر لما يجي ينده على علي هتلاقيه بيسقف لا بصراحه حركه جامده جدا اللي هو المدير الفني بتاع النادي الاهلي واقف ازاي ورا وبيسمعه ومركز في كل كلمه فحاجه محترمه جدا وده اللي اتعودنا عليه في النادي الاهلي وده حاجه جامده جدا كمان اي لعيب بيمشي دلوقتي بتعمل له تكريم على اعلى مستوى شوف كابتن حفيظ ازاي بيحضنه بقلب يعني بيحضنه بحب يعني اللي هو فعلا زعلانين اللي علي مشي قعد ست سنين ما عملش مشكله واحده قعد ست سنين موجود في النادي الاهلي كل ما النادي الاهلي بيطلبه في اي ماتش بصراحه بيثبت اللي هو جون كبير بيثبت اللي هو لعيب على اعلى مستوى جون النادي الاهلي فعلا مع الشناوي وطبعا ومع مصطفى شوبير وحمزه علاء دلوقتي فبصراحه ده اللي نتعلمه لاوضه اللبس كل اللعيبه ازاي مبسوطه وكل اللعيبه ازاي بتحييه وكل اللعيبه تحس ان هو واحد منهم هو مشي من النادي الاهلي وراح زد بس تحسه واحد منهم واحد واخد بطولات يعني حاجه جميله شوف الشناوي ازاي بيسلم عليه برده بيسلم عليه بحب يعني طبعا. مش سلامه وخلاص يعني باين قوي كابتن اسلام اللي هو ده روح النادي الاهلي دي البطولات هو الشناوي كتب كلمتين على التويتر الحقيقه قال لك كتف في كتف بقالنا ست سنين يعني بصراحه حاجه محترمه جدا بما اننا بنتكلم عن علي نطلع نشوف هذا التقرير عن علي لطفي ونرجع نكمل أيمن أشرف علي لطفي شادي حسين كلها أسماء ستظل محفورة دائما في قلوب كل الأهلوية خلينا نتكلم بقى بشكل عام الأهلي هيواصل تدعيم الفريق صفقة إمام عاشور رأيك فيها والتدعيمات اللي الأهلي متوقع أو من وجهة نظرك يقدر يجيبها إمام عاشور لعيب من اللعيبة اللي أنا بحبها مستوى شخصي في الكورة كمان لعيب كبير يعني حاجة محترمة جدا إمام لو ركز يا كابتن إسلام تركيز 100% ونفذ التعليمات بتاع مستر كولر أو نفذ تعليمات سيستم من النادي الأهلي لعيب كبير هيفيد النادي الأهلي كويس جدا بيلعب في أكتر من مركز عنده شخصية لعب في أجواء الجماهيرية يعني هو لو دخل وسط النادي الاهلي وده انا واثق مليون في الميه اللي هو هيخش وسط النادي الاهلي اللعيبه كلها هتدخله وسط النادي الاهلي لو دخل وسط النادي الاهلي واشتغل بسيستم النادي الاهلي هينجح وهيعمل فرق كتير جدا النادي الاهلي محتاج واحد زي امام بنفس الشخصيه وبنفس اسلوب لعبه بيشوط بره 18 بيلعب في اكتر من مكان عنده شخصيه عنده مرونه تكتيكيه على اعلى مستوى فاتمنى امام ان شاء الله يبقى بنفس المستوى بما كان ظهر فيه في منتخب مصر والشخصيه بتاعت امم افريقيا ان شاء الله يعمل مع النادي الاهلي موسم جامد ان شاء الله. طيب على الجانب الاخر دوري المحترفين اللي بيحاول اتحاد كره القدم ان يفرضه، ايه رايك في هذا الامر؟ انا شايف ان هو لازم يتعمل يا كابتن. لازم يتعمل. طبعا. هيفرق كتير جدا مع في مصر وهيفرق كتير جدا مع الانديه احنا في 2023 يا كابتن اسلام العالم كله اوروبا كلها بيعملوا دوري المحترفين اللي هو الدوري اللي هو زيه زي الاي كلاس يعني او زيه زي اللعيبه يعني هو الدوري الممتاز ثم دوري المحترفين يعني. ثم الممتاز دلوقتي انت بتتكلم في حوالي 70 فرقه في الدرجه الثانيه ده يعني ما بيحصلش خالص في العالم يعني اللي كل منطقه بحري والقاهره والصعيد كل فرقه 18 او 19 او 20 فرقه بتتكلم في 60 فرقه كتير قوي يعني انت مع قرار اتحاد كره القدم في الدوري المحترفين لازم يتطبق لو اتطبق هيبقى حتى المستوى حتى اللعيب الانديه اللي بتصعد الدوري الممتاز هتلاقي في اختلاف هتلاقي ما فيش بقى زي زمان الاهلي خالص لا هتلاقي بقى لا اللعيبه هتبقى عارفه خلاص نفس السيستم ونفس الاجواء انت السنه دي برضو لما تيجي تتكلم عن زد والجونه والبلديه هل شايف ان بينطبق عليهم كلمه او مقوله الصاعد هابط؟ لا يعني السنه دي الناس يعني زد عندها امكانيات، الجون عندها امكانيات، المحله حسب بقى نشوف الصفقات بتاعت المحله عامله ازاي. حتى الان ما سمعناش مثلا عن الجونه، احنا ما سمعناش عن مدرب حتى الان للجونه. انا سمعت الكابتن عبد العال خلاص يعني النهارده لم يتم الاعلان رسميا خلاص؟ بنسبه 80 90% خلاص أوكي. تقريبا ممكن يوم الثلاث او الاربع يعلنوا يعني اكيد مليون في المية محضرين هم هيجيبوا مين ويعملوا ايه مليون في المية بس انا شايف السنين الجاية لو الدوري المحترفين اتلعب يا كابتن اسلام لا هتلاقي الدوري بقى قوي جدا الدوري بقى في حتة تانية كل اللي طالع عنده طموح لو يعرف الدوري المصري هتلاقي حتى مستوى الأندية بقى متقارب هتلاقي حتى الماتشات بقت صعبة جدا فانا شايف الدوري المحترفين اتعمل لا هيحط مصر في حتة تانية عموما نتمنى يا رب كل التوفيق اخيرا النادي الاهلي بقى ووجهه نظرك في النادي الاهلي للسنه القادمه سنه صعبه
وارتباطات كثيره جدا. يعني انا لسه كنت بتكلم عن الارتباطات وانا بتكلم تعبت. اه طبعا. فما بالك اللعيبه هتعمل ايه؟ بص يا كابتن، النادي الاهلي السنه الجايه هتبقى اصعب من السنه دي. بتحاول تحافظ على الخمس بطولات. خلاص الناس كلها بقت عامله حسابك مليون في الميه، كده كده الناس عامله حسابك، بس عامله حسابك مليون في الميه. فلازم يبقى عندك تخلق الدوافع عند اللعيبه، لازم تخلق الدوافع كل ماتش. البطولات اللي انت جبتها لازم تحافظ عليها. انا شايف كمان بطوله كاس العالم للانديه لازم نهتم بيها كابتن اسلام. عايز بس نوصل لخطوه كمان ان شاء الله، نوصل النهائي بقى السنه دي ان شاء الله، نركز على دي. لو وصلنا النهائي النادي الاهلي هيتحط في حته في العالم هتبقى جامده جدا جدا، وهو يستحقها طبعا. فانا شايف ان السنه دي الدوري والبطولات كلها السنه دي هتبقى صعب قوي، لازم اللعيبه تبقى مركزه 100%، لازم الناس كلها تبقى شغاله على قلب رجل واحد. فانا شايف السنه دي لو اللعيبه كلها والجهاز الفني وكل الناس اشتغلت على قلب رجل واحد بنفس السنه دي، لا الاهلي هيحقق، هيبقى في حته بعيده ان شاء الله باذن الله. يا رب ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي. واهم حاجه من وجهه نظري ال 20 يوم اللي انت، انا ما اعرفش ان هم 20 يوم، اللي انا عارفه ان هم من 10 ل 15 يوم. انا عرفت اللي هو 20 يوم ده كويس يعني، انا عايزه 30 كمان لو ينفع. لا 15 18 20 يوم اللي هو استشفاء غير طبيعي، ده هيبقى مهم قوي 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 لعيبه الكوره، هيبقى مهم جدا جدا ذهنيا. لعيب الكوره زي اوروبا بالظبط، لعيب الكوره في اوروبا بتاخد شهر 30 يوم. لا شهر، ما انا بقول لك عشان كده انا اتمنى يعني انا في اليونان كنت باخد 30 يوم 30 يوم، فبرجع عايز العب، برجع عايز اتمرن طبعا. يعني كمان انت بتبقى فاصل خالص بقى عن كره القدم يعني حقيقي. فدي هتبقى ميزه جدا 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 للنادي الاهلي ان شاء الله لو عملت. يا رب كل التوفيق. انا بشكرك جدا عمرو على وجودك معانا، ونتمنى لك يا رب التوفيق في الاكاديميه في مقر النادي الاهلي في التجمع الخامس. ان شاء الله تعملوا شغل جيد ويزيد العدد من 700 800 يبقى 10,000. بشكرك طبعا كابتن اسلام، وبشكر كابتن محمود الخطيب بصراحه، وبشكر كابتن شطه، وبشكر كل الناس اللي وقفت في ظهري ودعمتني ان انا اكون موجود في اكاديميه النادي الاهلي. ان شاء الله هعمل حاجه ان شاء الله تليق باسم النادي الاهلي في فرع التجمع، وان شاء الله مزيد ان شاء الله من نجاح باذن الله كابتن. شكرا جزيلا للنجم عمرو الحلواني. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل كريم سعيد واحمد ثابت في ضيافه البيت. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. خليني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، احمد ثابت وكريم سعيد، دائما بيكونوا في ضيافتنا. ازيك يا ابو احمد؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ كله تمام. ازيك يا كيمو؟ ازيك يا ابن اسلام؟ كله كويس الحمد لله. احمد كنت في المؤتمر الصبح، اشرح لي اللي حصل. بصراحه النادي الاهلي دايما كده حاجه بتدعو للفخر يعني، بالتاكيد يعني اتفاقيه شراكه دايما، وللرعاه بسم الله ما شاء الله بصفه مستمره. يمكن الجامعات الكنديه في مصر هتبقى الشريك التعليمي في للنادي الاهلي يعني، دي حاجه طبعا بتخدم اعضاء النادي الاهلي طبعا. في الاول هيبقى اللي فيه خصومات لاعضاء النادي الاهلي لو حد عايز يشترك يعني في الجامعه الكنديه وكده، وكان السفير الكندي موجود. بصراحه اعضاء طبعا يعني كابتن محمود الخطيب واعضاء مجلس اداره النادي الاهلي حاجه بصراحه قمه المجهود والتعب، برضو الناس الصبح في المؤتمر بعد كده راحوا المباراه، حاجه برضو تحترم. الناس دايما بتتكلم على ان النادي الاهلي ليه بياخد كل ده، طبعا النادي الاهلي الاكثر شعبيه، الاكثر بطولات، الاكثر تاريخ، يحسب لمجلس اداره النادي الاهلي الحالي بصراحه النجاحات الموجوده، سواء على مستوى الرعايه الموجوده، عقود الرعايه الموجوده، على مستوى البطولات. انت النهارده محقق بطولات الخماسيه في كره القدم، البطولات الموجوده في اليد وفي السله وفي الطايره، يعني ثلث التاريخ بتاع البطولات في السله بتاع النادي الاهلي موجود في عهد المجلس الحالي، فيحسب ليهم. وعجبني قوي بصراحه كلمه الكابتن محمود الخطيب النهارده في المؤتمر لما قال البطولات اللي احنا حصلنا عليها دي تاريخ، دي خلاص اصبحت تاريخ، لازم نفكر في اللي جاي، في المستقبل، في الفتره اللي جايه. وده دايما اللي احنا نفس عقليه يعني عقليه مجلس اداره النادي الاهلي، نفس عقليه جماهير النادي الاهلي. الناس برضو بتفكر في ايه؟ في المستقبل. خلاص لما بناخد بطوله بنقفل الصفحه وبنبدا نفكر في اللي جاي، وده اللي قاله كابتن محمود النهارده في المؤتمر. فنفس العقليه، فالعقليه واحده، فان شاء الله احنا بنفكر او المجلس الاداره والجماهير بيفكروا بقى ان شاء الله في الاستعدادات للموسم الجديد باذن الله. كريم، بطوله النخبه وبطوله السوبر، وما الفارق؟ لا هو طبعا احنا كنا الاسبوع بنتكلم كابتن اسلام ان هيبقى فيه اشكاليه في موضوع كاس السوبر اللي هو احنا معتادين عليه، بطل الدوري مع بطل الكاس، لان نادي الزمالك انسحب من اخر بطوله ولم يتم توقيع عقوبه عليه. طيب تم استحداث فكره جديده وهي بطوله النخبه اللي هو قال هتلعب فيها. معلش برضه عشان ما حدش يفهم كلامنا غلط، احنا لا نعترض على حاجه، اللي عايز يعمل بطوله نخبه ده حاجه لطيفه جدا، ده موارد للنادي الاهلي ولكل الانديه. واسبانيا عملت كده، وايطاليا يعني كل يعني الاتجاه في العالم يعني. لكن احنا بنتكلم عن القانون اللي بيحصل، ترسم المبادئ، وانك ما ينفعش تبدا بطوله جديده بخطا
اداري او قانوني يعيقك بعد كده. كل الناس بعد كده هتحطها تقول لك ما انت في اول مره عملت وغيرت. طيب فانت قلت بطوله النخبه هتلعب اربع انديه، بطل الدوري وبطل الكاس وبطل كاس الرابطه ونادي يختاروا الشركه الراعيه بالاتفاق مع مجلس ابو ظبي بحكم ان هم المنظمين للبطوله. ده كلام محترم وكلام ظريف جدا. طيب طبعا في اشكاليه هنا ان لما يعني بقول مثلا في يلا الكوره سالنا مصدر في اتحاد الكوره فقال لا نادي الزمالك لن يعاقب في بطوله النخبه لان تم تغيير المسمى. طب ما انت الانديه هتقول لك اشمعنى غلط ده مش قانوني. فوجئت بعد كده في بطوله ثالثه طلعت اللي هي اسمها سوبر النيل. اه سوبر النيل هي بطوله ستجمع بطل الدوري مع كاس الرابطه. ولما تقعد تفكر فيها هتلاقي انه سوف يتم الغاء كاس السوبر القديم خالص عشان نخرج من معضله بقى خالص. ما ينفعش يلغي كاس السوبر. ما طبعا ما حدش رحتها في الانترو بشكل بيرفكت. يعني لازم يبقى في قرار مش هيقدروا يعملوا جماعه عموميه دلوقتي. طبعا قدامهم على الاقل لغايه اعتقد يعني نص الدوري محترفين ما يخلص. وهم ابطلوا كمان يعني. الجماعه العموميه غير العاديه اللي كان بعض الانديه عايزين يدعوا ليها بالبيان قانونا. بالظبط بالبيان اللي طلع من شويه يوم الثلاث في قصه ثانيه. بالظبط يعني. فالدنيا هي داخل متشابكه في بعضها. يا كابتن انت قلت كلمه مهمه جدا. انت ببساطه لو بتطبق القانون على الجميع عمرك ما توصل للمعضله دي. صح. المعضله اللي احنا بنوصلها ايه؟ ان الخيط انت مش عايز تفك اي مشكله تجيلك. معلش يا كابتن خليك تكمل. لكن لا المشكله دي لو القانون على الجميع بالمناسبه النادي الاهلي اوله. النادي الاهلي اول يعني عايز اذا كان النادي الاهلي بيغلط وعنده غلط طبق القانون على النادي الاهلي عادي مشكلة. اهو داخل قناه النادي الاهلي بنقول هذا الكلام. فانت ببساطه تخرج من كل المعضله دي بان انت تقول صح يا جماعه. لا حتى ايفن لو نادي الزمالك كان عنده ظروف في الموضوع اصل كهرباء اصل مش عارف ايه وخلاص نادي الزمالك خد القرار. والقرار للاسف نادي الزمالك بياخده كتير السنوات الاخيره وحش. ده مش اسم نادي الزمالك اكبر بكتير من هو يخش في الشارع ده. بس انت بقى ما تساعدوش ان هو الموضوع يعدي بدون عقاب لان انت كده بتخلي بتبيح الامر لاي حد يعمله. فالنهارده احنا عندنا فعليا يا كابتن اسلام في نقطه كاس السوبر ثلاث مسميات. كاس السوبر القديم، كاس النخبه، والمفروض دلوقتي كمان هيتسمى اعتقد ايه كاس الانديه الابطال حسب ما جالنا من شويه بالاتفاق مع المسؤولين في مجلس ابو ظبي. البطوله هتتلعب في اكتوبر هيبقى اسمها كاس النخبه الانديه الابطال. ده المسمى اللي تم الاستقرار عليه في الاخر. وفي مسمى طلع جديد طلع من رابطه الانديه اسمه سوبر النيل اللي هو بطل الدوري مع بطل كاس الرابطه. ما اعرفش ايه بصراحه العلاقه يعني. بس ما ماشي بس ده مباراه واحده. بس السؤال هنا بقى فيه نقطه مهمه جدا. معلش انا والراجل الطيب ده بقى لنا ثلاث اسابيع وبرده بصراحه زميلنا محمد همام في يلا الكوره بننبح صوتنا يا جماعه. الموسم ده والله 150 يوم. اه 150 يوم واحنا بنزود بطولات. ده احنا عايزين نشيل. انت بتزود يعني احنا هنزود بطولات. يعني مثلا اهو النادي المصري مثلا طلب ان هو ياجل ماتش الكاس. اتقال له كده في الرد مفيش وقت هنلعب دور الثمانيه بعد ما الاهلي والداخليه خلصوا. الداخليه نفسه طلب ان هو ياجل ماتش الدور ال 16 اتقال له لا. وبصراحه ده الداخليه كان عنده ظروف، مدرب مشي واللعيبه كلها مشيت. عملوا ماتش جيد النهارده بصراحه يعني. بصراحه يعني عملوا ماتش جيد بالنسبه للظروف اللي فيه. بس عايز اقول يا كابتن اسلام تجاي في الموسم استثنائي جدا، موسم استثنائي لاقصى درجه، 100 نص الايام التي اتيحت ليك عشان تخلص الموسم اللي فات. جاي بسبب بطولات عشان في رعاه. طب اوكي دخل فلوس وكل حاجه مفيش اي مشكله، والفلوس دي كلها انديه تستفيد منها. بس انت عايز يبقى في نظام، عايز النهارده تحدد اجنده صح. وكمان فوق كل ده بصراحه يعني ما ينفعش تزود بطولات وانت مخلي مثلا بطوله الدوري نفسها الاساسيه الجايز الاشتراك فيها عشان العب دوري وكاس ادفع 2 مليون جنيه وفي الاخر ارباح الماليه ما عمرها ما هتزيد عن مليون جنيه. لا بصراحه الدنيا معكوكه بشكل سيء جدا. ولسه طبعا اهو القضيه بتاعه دوري السوبر او دوري المحترفين بتاع الدرجه الثانيه. الدنيا مش لطيفه يعني. احمد لائحه العقوبه يعني لو عرضنا اللائحه بتاعه عقوبه الانسحاب او الاعتذار من كاس السوبر لازم نطبق اللائحه. طالما في لائحه لازم نطبق اللائحه على الناس. اي العقوبه اللي هي لما النادي ينسحب، نادي الزمالك انسحب من السوبر ما هقولها غيرت الاسم لم
ماشي، ما انا هقول لك اهو. بس انت لازم ما هم عملوا كده فعلا عشان يغيروا الاسم. هيقول لك كده، هم غيروا الاسم عشان كده. حاضر حاضر يا دكتور احمد، هنعاقب لو في نفس البطوله. 500,000 جنيه وعامين. انتوا رايكم حاله الزمالك اعتذار ولا انسحاب الاول؟ هنعتبرها اعتذار. انا رايي انسحاب بصراحه، انسحاب وحرمان سنتين وغرامه 1,000,000 جنيه. لا بس احنا برضه نوضح، انا في وجهه نظري، في وجهه نظري ان الاعتذار هو قبل ان تبدا المباراه، ده في وجهه نظري. الانسحاب هو انك ذهبت للمباراه وانسحبت اثناء قبل بدايه المباراه، او اثناء بغض النظر خلينا ناخد على المينيمم بتاع المينيمم الاعتذار عام. حرمان سنه وغرامه 500,000 جنيه دي اللائحه. طب اللائحه دي ليه يعني ليه ما بننفذش اللوائح؟ ليه بنعمل ازمه؟ ما هو اللي بيعمل الازمه بصراحه هو اتحاد الكوره. هل انا دلوقتي ينفع اطلع اقول مثلا يعني قانون ساكسونيا مثلا؟ انا ممكن اطلع اقول قانون ساكسونيا، بس انا مش هقول كده طبعا يعني. ده القانون الحقيقي كده يعني، انا مش ده القانون الحقيقي. او اللائحه الحقيقيه. هل ينفع اقول لائحه ساكسونيا؟ يعني ليه لم يتم تطبيق اللائحه؟ يعني انت دلوقتي عشان تخرج مثلا بنتكلم بهدوء اهو بالراحه يعني ليه بنعمل ازمه؟ طب ما تطبقوا اللائحه يا جماعه، والنادي الزمالك عنده دوري وعنده كونفدراليه وعنده كاس مصر وممكن يلعب اي بطوله ثانيه برضو انت تستحدث يعني بتعملها جديده. طب ليه احنا مش بنطبق اللوائح؟ هي دي الفكره. لكن كون ان النادي الاهلي طبعا يشارك في بطولات مفيش مشكله، حتى لو فكره بطولات جديده كريم انا مع عادي، لو عايز تزود بطولات حتى لو الموسم كده ولا كده اصلا هيخلص 1/9 ولا 1/10 مش فارق، بس بالعكس لو هتزود بطوله النادي الاهلي بياخد بطولات اكتر. لكن فكره ان انت الكارثه الكبرى ان انت ما بتطبقش اللائحه في نادي. وبصراحه خلي بالك برضه انا بدات الاحظ ثابت ان في ايه، في كفتين يا كابتن اسلام، في اتحاد كوره وفي الرابطه، وعلى فكره التصريحات طالعه والله العظيم بدون اي تنسيق، بس مفيش اي تنسيق. يعني مسؤولي الرابطه، احنا يا جماعه بنفكر ان احنا نعمل بطوله كذا، اتحاد الكوره احنا قاعدين في حته ثانيه احنا بنفكر نعمل كذا، ده في وادي وده في وادي ومفيش اجنده واضحه للناس. بس الصراحه احنا بنعيش فتره يعني بصراحه يعني نادي الزمالك بيتجامل كتير قوي بصراحه، يعني اللي انا بشوفه ده دي مجامله الامانه. يعني انا مش عارف يعني الناس في لائحه يا جماعه ما بتطبقش. لو والله هل طب انا هقول لحضرتك على حاجه، لو كان القانون ده للنادي الاهلي كنت هتشوف باقي البرامج في القنوات ازاي ومش ازاي؟ ده ما فيش حد في البرامج بيتكلم على الموضوع ده خالص. تخيلوا لو الموضوع ده في النادي الاهلي. طب انا اسف والله عشان هو بس هو دخل في الشارع ده امانه بجد والله. نادي الاسماعيلي في خلال الصيف الحالي عدد من لاعبين ذهبوا الى البنك الاهلي كل امان والله بجد. انا ما شفت حد طلع اعترض وايه لعيبه بنتكلم السيم الفريق. طيب بجد والله يا جماعه بجد، هي احنا في عصر احتراف ولا هو فعلا مقصود نادي الاهلي؟ امتى فعلا هتبقى شماعه الاهلي مش موجوده؟ والله مش خاطر الاهلي، مش خاطر المصلحه دي، اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم. نادي الاسماعيلي في كل مواسمه، في كل مواسمه الكويسة، وربنا يعلم انا بحب نادي الاسماعيلية ازاي وبحب اسافرها والله العظيم، بقول الكلام ده من قلبي، اقسم بالله نادي الاسماعيلي في كل مواسمه التي اجاد فيها في المواسم اللي كان قبليها النادي الاهلي مدعمه بفلوس عشان يقدر يدور عملية تدوير المال واللاعبين ويقوي صفوفه. انا بقول نادي الاسماعيلي اقسم ومسؤول نادي الاسماعيلي، انتوا اتضحك عليكم، اتضحك عليكم بشعارات اعلامية ودخلتوا في حرب مش بتاعتكم خالص لمجرد المناكفة ومن مجرد الشماتة، وفي الآخر انتوا النهاردة بتدفعوا تمام. النهاردة واللعيبة بتاعتكم راحوا البنك الأهلي، ما في واحد اسماعيلية ولا إعلام أو أنا بقول بالاسم اهو، الأستاذ علاء وحيد أقسم بالله ما قال كلمة واحدة على أحمد مدبولي واحد من نجوم النادي الإسماعيلي، ما حد اتكلم عليه إن هو راح البنك الأهلي. وسيرجي أكا وفي الطريق بقى انا شخصيا اتمنى، وكلنا كاهلاويه يعني نتمنى كل التوفيق للنادي الاسماعيلي في كل شيء. انا لما قلت في بدايه الموسم لو تفتكروا برضه اتفضل، لما اتكلمت عن قصه، لان انا كان عندي معلومه يعني أي. عن قصه ان المسؤولين كانوا بيمضوا شيكات بدون رصيد، والدنيا اتقلبت عليا وقال لك يعني اسماعيليه قالوا عليا كذا وكذا وكذا، وقعدوا يشتموا فيا وينتقدوا فيا، ما كانش عندي مشكله لانه انا عارف الحقيقه، انا عارف ان في شيكات هتظهر بدون رصيد، انا عارف ان ده هيحصل. ولما ظهرت ناس كتيره جدا يعني اللي كانوا عاملين كده، يعني انا عشت في اسماعيليه شويه كويسين واتمنى كل الخير للنادي الاسماعيلي الحقيقه، ولكن كلموني واعتذروا لي، لكن انا ما عنديش مشكله، انا ما بتضايقش، ولكن اللي بيضايقني
ان انا يا جماعه في حاجات كتيره جدا زي ما انت بتقول كده كريم بتبقى واضحه والناس بتتكلم. بعيدا عن النادي الاسماعيلي بقى، انا هنا بتكلم بشكل عام، بعيدا عن النادي الاهلي، لو النادي الاهلي هو اللي فيها على راي كريم واحمد هتلاقوا مصر كلها والاعلاميين واللي يقول لك بص مش عارف فين واعمل ايه وتحولت لقضيه الاهلي بيتجامل الاهلي بيتعمل. طب احنا بنتكلم في لائحه واضحه زي ما حضراتكم شفتوا، قانون واضح زي ما حضراتكم شفتوا، هل حضراتكم شفتوا حد من المسؤولين في النادي الاهلي، من المسؤولين في قناه الاهلي، من المسؤولين في اي حاجه تخص النادي الاهلي، منصات الاهلي الرسميه، اتكلم وقال لائحه ساكسونيا؟ هل حضراتكم شفتوا حد اتكلم بشكل غير مناسب على اي حد؟ بالعكس كلنا بنتكلم على اي نادي وكل اللاعبين بمنتهى الاحترام، ممكن ننتقد بالمناسبه ولكن باحترام وبادب وباخلاق. لكن اتمنى ان الناس تنظر لهذا الموضوع، هناك لائحه يجب ان يتم تطبيقها على الجميع، النادي الاهلي اولا لانه الكبير، فالكبير دايما بيطبق اللوائح والقوانين وبقيه الناس لازم تعمل هذا الامر. كريم بيريرا رئيس لجنه الحكام، بيريرا عنده وعد قطع على نفسه السنه اللي فاتت بان هو لن يتدخل في التعيينات في الموسم المنقضي لان ما كانش ملم بالدنيا ولسه ما يعرفش حكام. تمام. وقال قد يكون ان انا هبدا هو يتولى مسؤوليه التعيينات من الموسم الجديد. واحنا اتمنى كابتن اسلام وطبعا مع حضرتك خلال الفتره الجايه يحصل تذكره إعلاميا لهذا الأمر. بيريرا التعيينات عند بيريرا. طب ليه بنقول أنا بقول الكلام ده على مسؤوليتي الشخصية؟ لأن أنا تحدثت مع عدد من الحكام لن أقول أساميهم وكلهم اشتكوا أو أظهروا ما يشبه إن في قطب واحد في لجنة الحكام. كابتن توفيق السيد. كابتن توفيق السيد هو المسؤول الأول والأخير والأمر واللي بيؤمر وبينهي عن كل شيء. فأنا بصراحة على فكرة ده مش مصدر واحد عشان بس الناس ما تقولش ان احنا ده مصدر واثنين وثلاثة واربعة وخمسة بيقولوا نفس الكلام. وبصراحة يعني الوضع الناس مستاءة وبيقولوا لا ايام كلاتنبرج ما كانش فيه كده، وكلاتنبرج اصلا بعد التقصي عرفنا وتأكدنا ان من احد الاسباب الرئيسية في رحيله كان الكابتن توفيق السيد، ان الراجل كان بيدي تعيينات وبيعين بيروح الكابتن توفيق السيد يرفع سماعة التليفون للحكم اللي اتعين من كلاتنبرج يقول له ما تروحش ما تروحش. فالراجل يا عيني بيقف بقى ما بين الاثنين، يا عامل ايه؟ يرجع لمجلس الاداره يا كابتن اسلام يقول له اصل والله اصل وفصل اصل مش عارف ايه، طب بقول لك ايه؟ اسمع كلام توفيق، اسمع كلام توفيق، طب ما في لجنه لجنه حكام. الراجل زهق طبعا من الوضع، وضع غير محترف ووضع سيء، وبصراحه بكل امانه ايام كلاتنبرج احسن بكتير من ايام بريرا، بكل امانه اي حد مش واضحه يعني. فايا كان احنا خلاص خلصنا موسم. الموسم الجديد بريرا تعهد بان هو يبقى المتولي والمسؤول عن التعيينات، فان شاء الله نستنى ونشوف ونتمنى ان الراجل يصدق في كلامه. مواعيد القيد يعني. فترات القيد الافريقيه يمكن الكاف اجرى تعديلات على فترات القيد الافريقيه. هنقولها للناس عشان برضو الناس تكون فاهمه النادي الاهلي هيأيد امتى اللعيبه والصفقات الجديده، خاصه ان في تغييرات هتحصل السنه دي. الفتره الاولى للقيد الافريقي لدوري ابطال افريقيا هتنتهي يوم 30/8. يوم 30 اغسطس دي الفتره الاولانيه، ان يبقى النادي الاهلي معاه ان هو يجيب صفقات ويأيدها مباشره لغايه يوم 30 اغسطس 2023. الفتره الثانيه هتفتح في شهر ديسمبر، وده لاول مره يا كابتن اسلام بتحصل ان هيبقى في فتره قيد استثنائيه في شهر ديسمبر في شهر 12 في دوري ابطال افريقيا السنه دي. هيتم فتح باب القيد في شهر 12 عشان كاس الامم الافريقيه هيبقى في شهر يناير. ليه؟ عشان في ثلاث جولات، الجوله الثانيه والثالثه والرابعه، الجوله الثانيه من دور المجموعات يوم 1 ل 3 ديسمبر، الجوله الثالثه من 8 ل 10، الجوله الرابعه 19 و20 ديسمبر، فهيبقى في قيد استثنائي. طب هل القيد المفتوح في شهر 12 ده النادي الاهلي يقدر يأيد ازاي ومفيش صفقات مثلا هيجيبها في شهر 12؟ الباب هيفتح في شهر يناير. لا، في فترة هتبقى من 30/8 لغاية 14/9. احنا قلنا الفترة القيد الأولانية هتنتهي كام؟ هتنتهي 30/8 اللي هي القيد الأفريقي، لكن القيد المحلي هيقفل 14/9، ففي 14 يوم ممكن النادي الأهلي يجيب لعيب مثلا في الفترة دي اللي هي فترة ال 14 يوم، فيحق ليه إن هو يأيد اللعيب ده عشان يلعب معاه دور المجموعات في شهر 12
كمان، او لو عايز مثلا لعيب شاب او لعيب صاعد متصاعد من قطاع الناشئين عايز يأيده، يأيده في شهر 12. لكن اقصى عدد لاي نادي في افريقيا في دوري الابطال 33 لاعب لغايه شهر 12، وسبع لاعبين في شهر يناير. يعني القائمه كام لاعب؟ 40 لاعب. 33 لاعب في لغايه شهر 12 وسبعه في شهر يناير، يبقى اذا في فتره قيد استثنائيه السنه دي للنادي الاهلي متاحه. قلنا الفتره الاولانيه هتبقى 30/8، ده القيد الافريقي. القيد المحلي اللي هو بدايه الموسم ينتهي 14/9. فتره القيد الثانيه في افريقيا لو انت جبت بعض اللعيبه لسه في اخر يوم بعد 30/8 يحق ليك ان انت تأيدها على دور المجموعات، وما يلعبوش اللي هو الماتش بتاع دور ال 32، بس يلعبوا معاك من دور المجموعات. وفتره القيد الثالثه بقى اللي هي في شهر يناير ديت بتبقى ماكسيمم اقصى حاجه 7 لعيبه. طيب كريم، اعتذار النادي الاهلي عن البطوله العربيه او المشاركه في البطوله العربيه اللي منطلقه هذه الايام. نعم، انا ببص بصراحه القرار ده واحد من افضل القرارات اللي هنتكلم عليها في وجهه نظري السنه الجايه. بالظبط. ازاي بالظبط؟ لما اتكلمنا على الناشئين والصف الثاني خلال الفتره بتاعت سوارش، لان انا من متابعتي للبطوله العربيه طبعا ماتشات جميله وكل شيء، بس فيها سلبيتين خطيرين جدا. كم الاصابات يا كابتن اسلام كبيره جدا، تدخلات عنيفه لا وبدايه موسم وبدايه موسم اللي اتفرج على ماتش الاتحاد السعودي والصفاقس التونسي شويه ده ماتش عنيف عنيف بطريقه مش متخيل. يعني اللعيبه بتخش على حسين علي، طبعا اللاعب العراقي طبعا لعيب مميز كل عارف الصفاقسي، بس تدخل على لاعبنا طارق حامد بشكل يعني عنيف للغايه هو على الارض. بعديها كان في تدخلين عنيف جدا للاتحاد، يعني الاتحاد جده النهارده بيبني فريق وخلص كام الماتش؟ الماتش 1-0، كريم بنزيما جاب هدف الانتصار للاتحاد. مين؟ كريم بنزيما. مين؟ كريم بنزيما في وجهه نظري يعني المحترف الوحيد بكل امانه في المجموعه الشله كلها اللي راحت اللي هو بتاع ريال مدريد. يعني النهارده بصراحه بينزل وبيباصي وبيعمل النهارده ما لحقتش اتفرج. النهارده كوليبالي في ماتش الهلال والسد اترقص ترقيصه من نجاح من بغداد بنجاح، يا خبر ابيض صراحه الترقيصه يعني 3-2 للسد. ها 3-2 للسد، السد جاب هدف في اخر دقايق. بس كوليبالي يعني جمهور الهلال بصراحه انا سمعت لهم تصريح بعد الماتش في الخساره بيقولوا اصل احنا خسرنا عشان ما جبناش كيليان امبابي، فطبعا بيسخروا يعني. فطبعا بطوله كويسه وكل حاجه ولطيفه تجمع عربي حلو، بس ميعاد البطوله صعب، الاصابات اكيد تضر يا كابتن اسلام الفريق طول الموسم. وهنا بتكلم مثلا اتحاد جده فعلا بيبني فريق للفوز بدوري ابطال اسيا، فرقه مرعبه فرقه قويه جدا. النهارده لا قدر الله كم التدخلات اللي انا شفتها في المباراه صعبه قوي بصراحه، صعبه قوي. فانا بصراحه بشيد جدا 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 باداره النادي الاهلي ان هي اعتذرت عن البطوله دي، ميعادها كان صعب. واحنا طبعا ان شاء الله السنه الجايه عندنا استحقاقات كتيرة بإذن الله، لما البطولة تتغير شوية في مواعيدها وفي نظامها إن شاء الله. أكيد أكيد شيء مهم للنادي الأهلي ويتواجد مع إخواته من الأندية العربية. حسين الشحات لعب إزاي النهاردة يا سيف؟ مش تقول لنا، مش تحكي لنا حسين الشحات أصله كان محدش قال لوائح، محدش قال لوائح على رأيك، لكن هو لعب إزاي النهاردة آخر شوفوه كان يبقى موقوف بقى والكلام اللطيف اللي بيتقال اللي بقى لنا يومين عمالين. طب هو إزاي محمد عبد المنعم ما لعبش؟ نفس السؤال برضه اللي سأل السؤال ده، إزاي محمد عبد المنعم؟ تمام، عشان لائحه الكاس منفصله عن لائحه الدوري. طبعا اكيد الناس كلها عارفه الكلام ده، بس انا ما اعرفش الناس بتسال الاسئله اللي هي يعني الناس الاعلى، بعض الناس الثانيه يعني بتسال ليه الاسئله ديت. عايزين برضو يبينوا للناس ان الاهلي لا بيتجامل، لا روح شوف بقى لائحه عقوبه الانسحاب والاعتذار اللي ما اتطبقتش على ناديك قبل ما تتكلم. للاسف احنا بنتكلم بهدوء اهو، ما فيش اي حاجه يا جماعه خالص، احنا بنقول يا جماعه اقروا قبل ما تعملوا اي حاجه. فانت عندك محمد عبد المنعم حصل على طرد كارت احمر في مباراه، اخذ ايقاف 3 مباريات في نهائي الكاس، فالعقوبه كملت معاه 3 ماتشات، دور ال 32، دور ال 16، ودور ال 8. يعني محمد عبد المنعم برضه هيغيب عن مباراه المصري الجايه يوم الخميس. اوكي. لان الطرد مكمل معاه. حسين الشحات تم ايقافه مباراتين في الدوري، اخر مباراه في الدوري المصري اللي فات ده، واول مباراه في الموسم الجديد في الدوري. فعشان كده حسين الشحات شارك النهارده، لان بطوله الدوري منفصله عن بطوله الكاس. وانا ما اعرفش ازاي في بعض الاعلاميين بيسالوا يعني بيكتبوا على صفحاتهم ويسالوا الاسئله الغريبه دي. بعض ايه؟ بعض الاعلاميين. طيب خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنشوف كيف استطاع النادي الاهلي ان يفوز على الداخليه.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. احمد وكريم هيقولوا لنا كيف استطاع النادي الاهلي ان يفوز النهارده على الداخليه. النهارده نبدا بالحالات كده على طول، معانا حالات فيديو في كان في سلبيات وفي ايجابيات للنادي الاهلي النهارده الصراحه. طبعا خلينا نقول برضو ان اللعيبه لها عذرها، ان هي جايه بتاخد فتره راحه وبعدين موسم جاي من موسم طويل جدا وبعد كده تاخد فتره راحه وبعد كده ترجع، فاكيد العامل البدني مش احسن حاجه برضو، وده مأثر برضو في عنصر الضغط وعنصر السرعه. خلينا نبدا بس بالجزء السلبي الاول في النادي الاهلي النهارده، هي عمليه البطء في تحضير الهجمه. نادي الاهلي النهارده كنت تحس ان هو في بطء بالذات في الشوط الاول مع الدفاع المنظم للداخليه. الداخليه الناس بتتكلم ان في 18 لاعب غاب او كده، لكن هم العناصر الاساسيه اصلا ال 11 لاعب الاساسي هم اللي لعبوا اخر ماتش في اسوان باستثناء عبد الرحمن البنوبي. يعني فرقه برضو فرقه بادئه بفول تيم بتاعها، فرقه بتدافع بشكل كويس. انا كنادي اهلي ما يخصنيش الحقيقه مين اللي بيلعب، المهم انا لعبت ازاي. تعال نروح نظر يعني. بص هنا الكره ايه مع النادي الاهلي، بص بقى البطء في تحضير الهجمه، الكره اهي عماله بتدور كل ده ايه الدفاع الداخليه. موسم طويل برضو احمد قوي. دي السلبيه اللي كانت 4 4 2 الداخليه، دفاع منظم جدا، الخطوط الثلاثه بتاعتهم متقاربه، انت مش عارف عشان كان في بطء شويه فانت مش عارف تخترق، عمال بتحاول تدور الكوره، ما كانش في تحرك ما بين الخطوط كتير، فالكوره بتروح بتتقطع في الاخر نفس الشكل. يعني احنا ده الشوط اغلب الشوط الاول كان كده تحديدا، رغم ان استحواذ النادي الاهلي كان واصل 71% يعني استحواذ او 70% عدى 70%، فانت كاستحواذ انت مستحوذ، لكن ما كانش فيه فعاليه برضو نوعا ما. ليه؟ نجيب الفيديو الثاني برضو، بعض قرارات اللعيبه وده انا شايفه جزء بدني اكتر، بعض قرارات اللعيبه في الثلث الاخير من الملعب ما كانتش احسن حاجه. ده بص هنا حضرتك انفراد لكهربا، برضو القرار بتاع كهربا ما كانش افضل حاجه، كان ممكن يتصرف فيها افضل من كده ويحطها في البعيد. هو هنا برضو تحس ان هو بدنيا مش في احسن احوال، وبرضو ليهم اللعيبه ليهم العذر. تعال بقى نروح للجزء الايجابي. احنا كده اتكلمنا على الجزء السلبي في الشوط الاول للنادي الاهلي، ان كان في بطء في تحضير، في القرارات بتاعتهم في الثلث الاخير ما كانتش احسن حاجه. نعرض بقى الفيديو اللي بعد كده، تعال نشوف الهدف الاول وجماله. وده على فكره ارجع بس ثواني يا استاذ سمير، ارجع هات اللقطه بس، وقف وقف هنا، في كام لاعب ناحيه اليمين ناحيه الشمال، حسين الشحات، مروان عطيه، علي معلول، بيرسي تاو. هنا هو على فكره مارسيل كولر واحد من المدربين اللي بتمتاز بالحته دي، ان هو بيعمل اوفر لودنج، بيعمل تحميل عددي في جبهه. ليه؟ بيرسي تاو اصلا على الورق ناحيه اليمين، ايه اللي جايب بيرسي تاو في الحته دي؟ ايه اللي خلى بيرسي تاو يروح وحسين الشحات؟ بالك علي النهارده برده كان له ادوار مختلفه، ما اعرفش شفتوه ولا لا. يعني هنا ايه اللي جاب بيرسي تاو من اقصى اليمين لاقصى الشمال وحسين الشحات؟ يعني في جناحين في نفس الجبهه ليه؟ عشان يفضي قفشه عشان يعمل تحميل عددي، يبقى انت عملت تفوق تمركزي وتفوق عددي، تفوق عددي في عدد اللعيبه، ان عدد لعيبه النادي الاهلي 4 لعيبه، التفوق التمركزي مين؟ ان انا فضيت قفشه. بص كمل بقى، ابدا حرك قفشه، واقف فين؟ عند الزون 14 اهي، فين؟ في العمق، ماشي ببطء ببطء، ثانيه واحده هنا بيرسي تاو قطع له. بيرسي تاو اصلا كان واقف فين؟ يعني هو مركزه يمين، جه ناحيه الشمال والقطعه والتمريره جميله جدا جدا من قفشه، قدر بيرسي تاو يحط ويفنش بلمسه سحريه. فالهدف فيه تفاصيل كتير، خاصه جزئيه التحميل العددي في جبهه، بعد كده ان فضوا قفشه بصوره ذكيه جدا اللي قدر يعمل تمريره ممتازه. بيرسي تاو بيتحرك ما بين في الهاف سبيس بشكل ممتاز جدا وقدر ان هو يحط. فعلى فكره اللعبه دي اتكررت كتير جدا في ماتشات دوري ابطال افريقيا، يعني ده اصلا ستايل كولر في الماتش الرجاء المغربي ساعه حمدي فتحي لما جاب الجون، اكتر من ماتش اللعبه دي اتكررت كتير. فدي لو كريم تكمل وبعدين تمام. نرجع بقى الشوط الثاني متفق جدا مع ثابت، الشوط الاول النادي الاهلي كان عنده مشاكل كتير، بس الشوط الثاني بقى فعلا واضح جدا بين الشوطين بقى في تركيز، ازاي النهارده نفنش المباراه دي وازاي النهارده كمان نستغل الحاله البدنيه اللي اكيد النادي الداخليه وقع في الشوط الثاني. في حالتين معانا في الشوط الثاني من الدقيقه 61 لغايه الدقيقه 64، لو نعرض اول حاله، لا مش الشوط الثاني يعني اللي بعد دي، بس الحاله دي حلوه قوي. نشوف هنا كابتن اسلام النادي الاهلي هنا في تحويل اللعب من ازاي. بص انا عايز بس نرجع، معلش نرجع يا استاذ سمير بس الحته دي بالظبط هقول لك ستوب ونستوب. النادي الاهلي مجمع اللعب في الناحيه الشمال، ستوب هنا، بص بيرسي تاو اوبشن، النادي الاهلي عنده كام اوبشن لاختراق المنافسين، وازاي النهارده الملعب بيتفتح. يعني بص النهارده تم تحويل لعيبه الداخليه كلهم للجبهه اليسرى، الفكره دي اتعملت كتير قوي في الشوط الثاني، وكان النادي الاهلي بيمرر الكوره قدام منطقه جزاء النادي الداخليه كتير جدا لغايه لما بيطلع له جناح فاضي
الكره بتتحط له بيروح انفراد. نكمل اللعبه ونشوف ازاي النادي الاهلي فعلا بيقدر يخلخل النادي الداخليه بشكل افضل في الشوط الثاني عن اللي كان بيحصل في الشوط الاول لما كان سامي بيشرح كنا لحد ما متجمدين. لكن بص هنا فكره التمرير وحاجه ثانيه كمان، اللعيبه السنه دي ما عندهمش يعني عندهم المساحه الافضل للتمرير. السنه اللي فاتت مع التعب الذهني مع حاجات كتير جدا كنا بنلاقي ان لعبنا الاهلي ما بتمرش الكوره كتير قدام منطقه الجزاء المنافس، اول ما بنوصل بنسدد عشان نحاول نعمل تهديد على المرمى خلاص. في لعبه ثانيه كانت هجمه مرتده في الدقيقه 63 اتمنى اكون جبناها بعد الحاله دي لو ممكن نجيبها. هجمه مرتده للنادي الاهلي، عايزين نشوف التحول اللي حصل في اللعبه دي من النادي الاهلي من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. كم السرعه اللي انطلق بيها ثلاث لعيبه من منطقه جزاء النادي الاهلي، ونبص احنا رايحين 3-3 او 4-3 في مباراه في اخر الموسم لعبه. وبص هنا كمان التكمله، بص هنا دي اللي بكلم عليها يا كابتن اسلام، ازاي بتتفرغ المساحه وازاي النهارده بنقدر نوصل بانفرادات سهله جدا على مرمى المنافسين لان احنا بنلعب صح. معلش انا عايز نرجع اللعبه تاني. دي كانت هجمه للداخليه، الهجمه ارتدت واحنا بنتكلم تاني على مباراه في اخر الموسم. بص الاسبرنتات اللي اتفتحت من بيرسي تاو ومن حسين الشحات ومن قفشه ومن كهربا، وصلنا الموقف 4-3. ونبص بقى التكمله كمان لسه جايه بالظبط، وازاي تم تفريغ المساحه. وعاجبني قوي قفشه بقاله فتره كده يعني بقى عامل فيجن كويسه، ما بيروحش ليه اوبشن التسديد كاول حل عنده، وبيقدر النهارده يبص على زمايله ومواقفهم في الملعب افضل. فاللعبه دي الهجمه دي فيها حاجتين، فيها سرعه التحول من الدفاع للهجوم المستمر معاه، وكمان اللياقه البدنيه. ان احنا بنتكلم عن مباراه في نهايه الموسم وما زال طبعا لسه عندنا مباراه مهمه جدا جدا وصعبه قدام فريق جريح من نهائي كاس الرابطه النادي المصري، خسر برباعيه كانت كبيره قوي قدام سيراميكا. فهم اكيد ومعاهم مدير فني جديد كابتن علي مالك، اكيد طبعا مدرب قدير. فاحنا الحمد لله الحاله البدنيه بتاعتنا كويسه، لان في نظام احنا قدرنا نوزع المجهود بتاعنا على طول الموسم. واعتقد كمان ان احنا فضلنا ثابت لغايه الدقيقه 90 في قدام الداخليه، قفشه جاب هدف جميل في نهايه المباراه بياكد لنا ان الحاله البدنيه للنادي الاهلي مخليانا النهارده نتجاوز على ان مفيش شغف، ان اللعيبه زهقت، اللعيبه عايزه تصيف، عايزين بقى يروحوا مع اولادهم الساحل، عايزين يغيروا جو. بصراحه يعني كل العوامل دي سلبيه، بس هم برضو الحاله البدنيه بتاعتهم كويسه وان شاء الله تكمل معاهم يوم الخميس. معايا عندي بقى رساله لمروان عطيه، لو نستعرض الكليب مروان عطيه واحد انا نفسي يكون متكامل. النهارده شفت فيه حاجه مهمه جدا وهي التسديدات. بص التسديده، بص التسديده يا مروان، كمل على هذا الموال، كمل على موضوع التسديدات دي، صدقني لو انت كملت على موضوع التسديدات ده هتبقى في حته تانية. بص ارجع بس للتسديده الاولانيه، حتى لو قلشت، حتى لو قلشت انا عايزه يحاول. بص التسديده دي كانت واحده من كانت ممكن تبقى جون، بقاله كذا ماتش كده تلاحظ ان هو بدا يطور الحته دي. الحته دي لو التكتيك بتاع التكتيك بتاع التسديدات من مسافات لمروان عطيه دي لو في زاويه جون بس انا صعب، بس النهارده شاط ثلاث محاولات على المرمى بصراحه عجبوني جدا. في واحده قلشت بس برضو عادي، كمل هات المحاوله الثانيه دي قبل ما كهربا يطلع. دي الثانيه، اللعبه الثانيه بص راح هنا بالاوت قدر ان هو برضو يشوط. فدي رساله لي ان هو لا كمل على الموضوع ده، والموضوع ده بصراحه ممتاز من مروان عطيه. اتمنى ان هو بقى نفسي اشوفه يجيب اجوان من الحته دي. انا يعني كنت كابتن احمد حسن كابتن محمد شوقي كان يا بوكا لازم يلعبها الكهرباء بس هو في حته التسديدات واضح ان هو كان واخد تعليمات النهارده ثلاث تسديدات. اول مره اشوف مروان عطيه بيشوط بالكم ده، فانا كنت حابب بس اوجه له رساله ان هو يستمر على الموضوع ده لانه هيفرق معاه كتير وهيفرق مع النادي الاهلي خاصه في وسط الملعب. برضو محمد الشناوي شال كوره يستحق التحيه عليها، برضو كانت نقطه هدف كانت ممكن تبقى 1-1 لو استعرضها، حتى التسديده دي كانت صعبه. لو التسديده كويسه خبطت خبطت في ربيعة وشاط شالها. فمحمد واقف، الشناوي واقف على رجله كويس الحقيقه الفتره دي صراحه، ومكسب استمراره مع النادي الاهلي طبعًا. في الموسم ده حارس خبره، وعلى فكره الشناوي اكتر لعيب لعب بالدقائق مع مارسيل كولر منذ توليه المهمه، يعني هو عنده الشناوي رقم. سأل على الامر ده على فكره انت في كاس مصر ما بتلعبش حد تاني ليه؟ قال لك انا المهم يبقى بيتمرن كويس. مدارس، هي مدارس، هو مدرسته اسمها كذا. هو مدرسته ان انا بلعب بالحارس الاساسي بتاعي في كل المباريات، كل الماتشات. حتى اتكلم برضو على موضوع المهاجم، بعض الصحفيين حاولوا ان هم يكلموه ان المهاجم وان انت هتمشي لو ما جابولكش صفقه المهاجم والكلام. هم قالوا كده مش ممكن يعني كلام. بس اخر نقطه بس عايز اعقب فيها في المباراه، ان احنا في الشوط الاول
كان في كره ثابته كنا بنحاول نعمل جمله منها، والتنفيذ بتاعها كان وحش. كان يعني كواحد يعني اللعيبه بتمرن عليها في التمرين كويس، بس هم جم يعملوها في المباراه مش كانت في الشوط الاول، وكانت من ناحيه اليمنى بس اللعبه ما تعملش، التنفيذ مش كويس. مهم جدا يا كابتن اسلام ان الترتيبات بتاعت الكره الثابته التنفيذ في المباريات دي مهم طبعا قوي طبعا. ليه؟ ده بيبقى نتاج الشغل بتاعك في التمرينات على فتره. الكرات الثابته دي واحده من النهارده بقت من الاسلحه الخطيره. شفت مثلا الماتش الودي بتاع برشلونه وريال مدريد، الهدف الاول بتاع ديمبلي مش ممكن، عالمي، مش ممكن. يعني الكوره انا بصراحه ما شفت يعني ديمبلي اصلا اي حد هيبص يقول لك ده اللي هيعمل الكروس. الاسماء اللي بنسمعها دلوقتي في الدوري السعودي يمكن الاسماء اللي بنسمعها كمان في الدوري الاسباني، اللي في الدوري السعودي نعرفهم اكتر. يعني هيعملوا فانتازي في الدوري السعودي. يعني تيجي تتفرج على ماتش برشلونه وريال مدريد، ما اعرفش شفت الجول الاول ولا لا؟ ما اتفرجتش على لا 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 شوف الجول الاول. بص يا كابتن اسلام، مش ممكن. لا لا لا، الجمله تحفه تحفه. هو حسسك ان ديمبلي هو اللي يعمل الكروس للاعب اشول، والكره كانت في الناحيه اليمنى، لف كرة اتلعبت على مشارف منطقة الجزاء، دفاع ريال مدريد كله خرج وراح ديمبلي كاسر التسلل وراح للكرة الانفراد. فالنهارده لما انا بص على كرة بتاعت الاهلي، لا محتاجة ان احنا فعلا نركز في الحاجات دي. هو الراجل كان بيقول دايما ان هو بيكسب هذه الامور ولكن ما كانش فيه وقت، فنتمنى ان شاء الله الفترة اللي جاية بعد الوقت اللي جاي. اخيرا واخد رايك وراي كريم يا احمد، الاماكن اللي محتاجة دعم داخل النادي الاهلي من وجهة نظركم طبعا. المراكز اللي احنا محتاجين التدعيم فيها طبعا رقم واحد مهاجم، لازم ان شاء الله، والنادي الاهلي بيسعى وخلاص يعني لمهاجم افريقي بالتاكيد يفرق معانا في حته راس الحربه، يبقى مش لازم افريقي، اجنبي يعني. اجنبي يعني رقم 9 يكون مميز بالعاب الراس والالتحامات الهوائيه. ما تقولش افريقي يجي من حته ثانيه يقول لك بص بيضللوا الجمهور. دي رقم واحد. رقم اتنين طبعا ظهير ايسر بديل لعلي معلول. دي المراكز، دول اهم مركزين في الفتره الحاليه، وممكن مدافع. يعني انا بشوف ان انت كريم، اعرف رايك برضه. طبعا مهاجم رقم 9 ده كبريورتي يعني كاولويات. مهاجم رقم 9 التاني بعديه باك شمال، اذا يعني ما اعرفش موقف محمد شكري هيبقى ايه معانا الموسم الجاي طبعا بعد ما يشوف كل الراي فيه. وطبعا تالت مركز المساك، ضروري جدا جدا جدا. وانا شايف المساك بنفس اهميه الباك الشمال، مهم جدا يكون معانا مساك. انا بشوف بقى مهاجم، وجهه نظري مهاجم ده مع عمرو مهاجم فقط بس. طب والبديل معلول كريم الدبيس الراجل يعني شايف فيه؟ خلي بالك اصل هي قناعات. يعني ايه قناعات؟ موسم صعب، موسم صعب. هي ممكن عشان كده صح، بس انت صح عندك لائحه الافارقه اللي تحت السن صح فيها ثلاث افارقه. لا لا ممكن صح، يعني ممكن تستفيد منها لانه الموسم طويل قوي جدا. انا لسه كنت بقول في الانترو ان الموسم طويل، ازاي اقول كده؟ معلش. عموما انا بشكرك جدا احمد على وجودك معايا، شكرا جزيلا. انا بشكرك جدا يا كريم على وجودك معايا، شكرا جزيلا. انا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا. ان شاء الله غدا حلقه جديده من البيت الكبير.